مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، ودايما منوريني ومشرفيني في قناه الاهلي واستاد الاهلي، استاد باللون الافريقي. النهارده استاد يعني مباراه مهمه جدا، اكيد ان شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل مع ضيوفنا الكرام اللي هيشرفونا بعد قليل. الاهلي في تاون شيب البتسواني، مباراه مهمه جدا جدا لينا كلنا. الاهلي بيدخل هذه المباراه، او رجاله الاهلي ولاعيبه الاهلي بيدخلوا هذه المباراه تحت شعار المستحيل ليس اهلاويا. اكيد عارفين الاهلي دايما في الزمان والمكان، واتكلمنا مع حضراتكم كتير جدا ان الاهلي دايما عند حسن ظن الجميع. عايز اقول لكم ان الاهلي بيدخل هذه المباراه كلكم عارفين طبعا في المركز الاخير للاسف، لكن ان شاء الله النهارده هيكون في المركز الثاني في اخر اليوم ان شاء الله. هقول لكم الاهلي هيبقى عنده 4 نقاط، عنده دلوقتي 3 نقطة واحده جمعها من مباراه الترجي التونسي، كانت تاد بالتعادل السلبي بدون اهداف في استاد برج العرب. تاون شيب البتسواني بيدخل هذه المباراه برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز على الفريق كامبالا سيتي الاوغندي، اللي عمل مفاجأة كبيرة جدا لما كسب الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، ودي كانت العقبة في طريق النادي الأهلي، لكن إن شاء الله النهاردة يتغلب النادي الأهلي على كل هذه العقبات إن شاء الله. أي عقبات لن تنول أبدا أو لن تنال أبدا من هذا الكيان الكبير. النهاردة كمان كل الجماهير الأهلاوية عايزة تشوف باتريس كالتيرون، واختبار مهم جدا، وأعتقد أنه صعب جدا. كل قلوبنا كمان مع هذا المدرب الأهلاوي، لأن مباراة بيشوفها أو بينتظرها كل عشاق الأهلي، ومباراة أفريقية كمان، وكمان جاية في وقت صعب شوية، لكن دايما دايما إن شاء الله الصعب ليس أهلويا. النهاردة كمان الجماهير كلها بتقول للعيبة العبوا برجولة، موت على الكورة، أفريقيا للكبار وانتوا الأسطورة، ده شعار الجماهير الأهلوية. النهاردة هيكونوا في المدرجات. عايز أفكركم بكلمة الكابتن محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي اللي قالها لكل الجماهير الأهلاوية، تعالوا نشوفها ونسمعها ونرجع لحضراتكم على طول. أحلى أيام كابتن، كابتن الله ونصعد بإذن الله. في الأهلي بنقدر دايماً، بنقدر دايما نضيف بطولات على بطولاتنا، وبنكمل في التطوير سنة بعد سنة، والأجيال بتسلم بعض من غير ما نتنازل أبدا عن تقاليدنا، وهي دي روح الفانيلا الحمراء. الروح دي هي اللي خلت كيان الأهلي هرم مصر الرابع، انتصاراته من انتصارات مصر، وشموخه وكبرياؤه من شموخ وكبرياء مصر، ودوره انه ينشر القيم دي بين المصريين ويرسم الابتسام على وشوش المصريين. 5، ومن هنا رسالتي لفريق النادي الاهلي، انتوا قدامكم مهمة صعبة، بس انا عارف انكم قدها، مش بس عشان الماتشات اللي جاية، ولكن عشان انتم عليكم مسؤولية رسم السعادة على وشوش المصريين، وده اللي تعودنا منكم، ودي مسؤولياتكم، وده قدركم، وده قدر النادي الأهلي اللي من يوم ما بناه أجدادنا، ودي فرصتكم كمان الحقيقة أنكم تكتبوا تاريخ جديد للمستقبل إن شاء الله. ومن هنا كلمتي للجمهور، الروح اللي اتكلمت عليها، روح الفانيلا الحمراء، مش بس فريق الأهلي أو لعيبة الأهلي أو إدارة الأهلي، الروح دي كمان في قلوب جماهير الأهلي. الجمهور اللي كان لما بينادي علينا يا جماعة وإحنا بنلعب كنا بننسى الحقيقة أي تعب، بننسى أي إصابة، كان بيصح فينا روح الفانيلا الحمراء، وبيخلينا يعني نحقق المستحيل أو نحاول تحقيق المستحيل، كان بيخلينا ما نفكرش في حاجة غير إزاي نسعد الجمهور العظيم ده. الجمهور ده بيثبت كل يوم ان جمهور واعي جدا وجمهور ذكي جدا وجمهور مفيش في اخلاصه حد، في الوقت اللي ممكن يتخلى عنك ناس كتير، في الوقت اللي ممكن يتخلى عنك ناس كتير، عمر جمهور الاهلي ما تخلى ابدا عن الاهلي، وفعلا جمهور الاهلي هو حمى الاهلي. الجمهور ده احنا اتحرمنا منه للأسف في مدرجاتنا بقالنا سنين طويلة، عشان كده من أول يوم لمجلس الإدارة
أو عند توليه مجلس إدارة هذه المسؤولية كان من هدفنا أو أهدافنا الأولى أن الجمهور يرجع تاني مدرجات. وقمنا بمقابلات كتير مع أجهزة الدولة المختلفة عشان نرجع الجمهور للمدرجات ونرجع تاني نلعب في استاد القاهرة، الاستاد اللي شهد أعظم انتصاراتنا واللي شهد على أن يكون نادي أهلي نادي القرن الأفريقي ومن أكبر أندية الشرق الأوسط. وحققنا فعلا تقدم كبير في اتصالاتنا دي إن احنا إزاي الجمهور يرجع، ولعبنا في شهر مارس لو حضراتكم فاكرين أول ماتش على استاد القاهرة، مارس اللي فات أول ماتش على استاد القاهرة، ووافقنا إن نبتدي نلعب ولو بخمس ألاف متفرج بس، مشجع بس، خطوة ونبني عليها خطوات تانية لغاية ما يرجع تاني الاستاد يتملي بمية ألف متفرج. يعني بصراحة أنا بحب أسمع الكلمة دي كتير جدا جدا، كلمة الكابتن محمود خطيب كلمة مؤثرة جدا في الكل بصراحة. يعني أول حاجة قالها أو أول حاجة أشار ليها من الحاجات المهمة اللي اتكلم فيها إن الكل بتشمله روح الفانلة الحمراء، اللعيبة والإدارة الجماهير أكيد، حتى إحنا اللي شغالين في قناة الأهلي يوم الماتش مش عايز أقول لكم كله بقى مركز، تحس إن في ماتش في القناة، كله مركز وكله ساكت وكله مترقب وكله مستني المباراة. مش عايز أقول لكم هنا تشجيع يعني الدرجة الثالثة هنا. فعلا روح الفانلة الحمراء بتشمل الجميع. اتكلم كمان ان لما كل او البعض ممكن يسيب الاهلي، الجمهور عمره ما يسيب النادي الاهلي لان انتوا السند وانتوا الحمى. فعلا كلامه كان مؤثر وفعلا دخل قلوبنا. وكابتن محمود الخطيب حاجه جميله جدا وقيمه كبيره جدا. خلينا نروح للماتش بتاعنا النهارده واهميته. الترجي في المركز الاول، وكمبالا سيتي الاوغندي في المركز الثاني، تاونشيب البتسواني في المركز الثالث، والاهلي المصري في المركز الرابع. ان شاء الله تتغير النهاردة والأهلي يكون في المركز الثاني بعد الترجي التونسي. مباراة مهمة للجماهير، مهمة لباتريس كالترون اللي عايز يقول أنا موجود وما تقلقوش على فريق نادي الأهلي. اللعيبة كمان عارفة يعني إيه مسؤولية فانيلة نادي الأهلي الحمراء. الكابتن محمود الخطيب قال لهم لازم تكونوا على قد المسؤولية لأن أنتم مصدر سعادة للشعب المصري قبل الجماهير الأهلاوية، ودي حقيقة. الأهلي لما بيكسب بيرفع اسم البلد فوق، والأهلي هو سيد أفريقيا، ودي حقيقة. عشان كده الجماهير دايما بتقول في المدرجات استعيدوا روح الفانلة الحمراء فأنتم أسياد هذه القارة. تعالوا نشوف تقرير عن زعيم القارة الأفريقية النادي الأهلي ونرجع لحضراتكم على طول. الأهلي الزعيم، جملة من كلمتين بيرددها كل عاشق للكرة في القارة السمراء، معناها كبير وراها تاريخ عظيم. الأهلي مش مجرد نادي نجح انه يحقق بطولات خيالية في القارة الإفريقية، لكنه مع مرور السنوات أصبح رمزا للقارة، مصدر فخر لكل إفريقي. Ladies and gentlemen, I receive this honor which happens once every 100 years. مع توالي الإنجازات أصبح الأهلي فريق لكل الأفارقة، شعبيته تخطت الحدود، شهرة نجومه وصلت للأدغال. علشان كده علاقة الأهلي ببطولات إفريقيا علاقة من نوع خاص جدا. ببساطة الأهلي هو الزعيم. الأهلي الزعيم، الأهلي ملك أفريقيا وبطل أفريقيا، الأهلي مشاهدينا شمس لم تغب عنها البطولات. بدأ ارتباط الأهلي ببطولات إفريقيا عام 76، لكنه اقتنص اللقب الأول على حساب فريق كوتوكو الرهيب عام 82. نجح باقتدار في الفوز بالعديد من البطولات، خاصة في حقبة الثمانينيات، حيث شهد القرن الماضي مشاركة الأهلي في 17 بطولة إفريقية، فاز خلالها باللقب 6 مرات، بوقع بطولتين لدوري الأبطال، 4 بطولات لأبطال الكؤوس، خسر المباراة النهائية 1 إلى جانب نتائج أخرى قوية وضعت الأهلي على صدارة القارة مع نهاية القرن، باعتباره صاحب أفضل النتائج ليفوز في النهاية بلقب نادي القرن. جميل 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 جميل.
خلال القرن الحالي واصل الأهلي إبهاره ونتائجه الرائعة محققا بطولات تاريخية. من أهمها الفوز التاريخي على صفاقس التونسي في الوقت بدل من الضائع عام 2006. بات الأهلي الرمز الأكبر لإفريقيا بعد حصوله على المركز الثالث بمونديال الأندية باليابان. الآن يستعيد الأهلي نشاطه الإفريقي وكل طموحات جماهيره العريضة التي تتجه نحو منصة التتويج. لذلك ليس غريبا أن تسمع الجماهير بتنادي بصوت واحد: إفريقيا يا أهلي. يعني لما بنقول الأهلي هو سيد أفريقيا وهو الزعيم ما بنقولش الكلام ده من فراغ، دي حقيقة فعلا وبالتواريخ وبالبطولات اللي الأهلي خدها، ولما بنقول هو مصدر السعادة للعموم قبل الجماهير الأهلوية خاصة برضو كلام مش من فراغ، كلام من بطولات كتيرة جدا وكلام من واقع وواقع مترخ كمان. الفريق البتسواني اكيد مش جاي يهزر، لكن الاهلاويه او الفريق النادي الاهلي انا بتكلم في العموم، لان الاهلي يعني بيشيل اسمنا كلنا النهارده، اللعيبه بتشيل اسمنا كلنا النهارده، اكيد مش هيروحوا يهزروا، عارفين يعني ايه حجم هذه المباراه اللي هتكون نقطه تحول. زي ما قال باتريس كالترون، اقول لكم بسرعه، قال باتريس كالترون قال المباراه ستكون بمثابه نقطه تحول في منافسات دور المجموعات في هذه النسخه، وده طبعا كلام واقعي جدا. عشان كده اكد كمان على أهمية الالتزام بتعليماته وأهمية الالتزام بخطة اللعب اللي قالها وحفظها للعيبة، وقال إن اللعيبة دايما عنده حسن الظن، كله بيراهن على لعيبة الأهلي في مختلف الأجيال الحقيقة، يعني كل لعيبة الأهلي في مختلف الأجيال دايما كانوا عند حسن ظن الجميع. عشان كده المدرب الفرنسي قال أو أشار إلى ثقته الكبيرة في لعيب النادي الأهلي لتحقيق الفوز النهاردة على فريق تاونشيب البتسواني، مؤكدا ان الجميع سيسعى لبلوغ هدف واحد لا بديل عنه وهو الفوز وحصد النقاط الثلاثة. ده كان كلام الفرنسي باتريس كالترون اللي قلت لكم النهارده مهمة صعبة جدا بالنسبة له، لكن دايما الصعب والمستحيل عمره ما كان ولا هيكون بإذن الله أهلاوي. نجم الفريق وكابتن الفريق حسام عاشور قال ان السيناريو ده مش غريب علينا، السيناريو ده اتكرر 2013 لما اتعرضنا للخسارة والتعادل، تعادلنا مع الزمالك لو حضراتكم تفتكروا، والخسارة أمام أورلاندو كان 3-0 كمان، كانت يعني خسارة مؤلمة جدا، لكن الأهلي رجع بسرعة وكمان الأهلي خد هذه النسخة مع الكابتن محمد يوسف اللي هو دلوقتي موجود في الجهاز الفني القائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام لفريق النادي الأهلي، فبيقول إن الموضوع مش صعب، الموضوع مش مستحيل، السيناريو ده حصل لنا قبل كده وإن شاء الله إحنا قادرين بربنا ومساعدة الجماهير والكل النهاردة إن شاء الله إن إحنا نرجع زي ما كنا بالظبط. ده كان كلام حسام عاشور. في الآخر شدد على أن الجميع، الكلام اللي بنقوله دايما، الجميع يقدر المسؤولية جيدا ويسعى ليكون عند حسن ظن الجهاز الفني بقيادة باتريس كالترون الذي يمتلك سيرة ذاتية أكثر من رائعة. ده كان كلام النجم حسام عاشور. تعالوا أقول لكم كمان موقع الكاف بيتكلم عن مواجهة الأهلي وتاونشيب البتسواني، بيقول الفوز أو لا شيء. موقع الكاف بيقول الفوز او لا شيء مع بدايه ولايه كالترون في الاهلي. اتكلم موقع الكاف، اتكلم عن اهميه نادي الاهلي ومكانته في افريقيا، واتكلم ان هو سيد افريقيا، الكاف اللي بيقول كده كمان، واتكلم ان هو صاحب اكبر عدد من البطولات الافريقيه اللي هو النادي الاهلي، واتكلم كمان ان النتائج المباراتين السابقتين كانت نتائج كان داخل فيها يعني سوء توفيق وسوء حظ كبير جدا، لكن الاهلي قادر ان هو يرجع، ووصف الاهلي بالشياطين الحمر. قال بداية غير مألوفة لمرحلة المجموعات، شهدت تعادل الشياطين الحمر سلبيا بملعبهم مع الترجي التونسي، ثم خسارة 2-0 مع كامبالا سيتي الأوغندي في كامبالا. ده المجمل أو ملخص الكلام اللي اتكلم عليه موقع الكاف عن لقاء الأهلي وتاونشيب البتسواني. قال كمان ان الفرنسي باتريس كالترون والذي توج بلقب دوري ابطال او دوري الابطال في 2015 مع عملاق الكونغو الديمقراطيه مازيمبي، اكيد حضراتكم طبعا عارفين مازيمبي فريق مرعب، قال ان هو تولى مسؤوليه نادي الاهلي الشهر الماضي، وكمان قال ان هو مدرب عالي جدا وان هو ممكن يعمل نتائج كويسه جدا مع النادي الاهلي، واتكلم عن سيرته الذاتيه في مراحل تدريبه المختلفه.
كمان الأهلي إن شاء الله بكرة في راحة من التدريبات إن شاء الله إن شاء الله بعد فوز النهاردة بإذن الله كلنا أمل وكلنا تفاؤل في هذه المباراة إن هو يعدي منها النادي الأهلي. كابتن سمير عدلي دينامو النادي الأهلي والمدير الإداري هيسافر لبتسوانا الحد المقبل لتنظيم كل شيء لاستقبال الفريق يوم 24، هيسافر يوم 22 هيبقى قدامه يومين لتنظيم كل شيء في استقبال أو لاستقبال بعثة النادي الأهلي. أيضا تاونشيب بيغادر الإسكندرية بعد المباراة مباشرة، فريق تاونشيب البتسواني هيغادر الإسكندرية بعد المباراة في تمام الواحدة بعد منتصف الليل إن شاء الله بعد فوز النادي الأهلي بإذن الله بإذن الله. طيب علشان نعيشكوا الأجواء نروح للزميل كريم أحمد. كريم أحمد أهلا بيك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك والحمد لله على السلامة وموفق دايما إن شاء الله، والنادي الأهلي يكون موفق النهاردة إن شاء الله. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ طمنا وطمن الجماهير بقى على الاجواء العامه عندك يا كريم. في البدايه طبعا بنتمنى ان شاء الله النهارده تكون البدايه موفقه لدى اللاعبين والجهاز الفني وجمهور النادي الاهلي اللي ان شاء الله النهارده حاطين عليه امل كبير جدا يكون السند الحقيقي كالعاده لفريق النادي الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه، تشجيع مثالي فقط لفريق النادي الاهلي. النهارده اليوم ما كان بادئ كالعاده بفطار صباحا لفريق النادي الاهلي، ثم وجبه غداء كانت فيها الساعه 8:30 ظهرا، محاضره الفنيه بدات في الساعه 6:30 كان فيها بعض التعليمات والتحديات سواء لمستر باتريس كارتيرون او الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي وصل هنا برج العرب في تمام الساعه 5. اعضاء مجلس الاداره بشكل عام بيتوافدوا على فندق الاقامه وايضا هنا على الاستاد كامل اعضاء مجلس الاداره باستثناء الدكتوره رانيا علواني طبعا اللي متواجده وعندها يمكن سفر، لكن كل اعضاء مجلس الاداره متواجدين، مؤازره مستمره كالعاده. لعيبه النادي الاهلي واللي شايفينه في معسكر الفريق شايفينه في التدريبات من اول يوم يا كابتن ميدو هنا في يوم السبت دخول المعسكر، الحاله اللي فرضها الكابتن محمد يوسف مدير الكره وايضا مستر فاتريس حاله من التركيز الشديد جدا لدى لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله، يمكن شايفين في عيونهم اصرار، شايفين ان شاء الله النهارده تكون النتيجه من نصيب النادي الاهلي. احنا يمكن في هذه اللحظات وصلنا بالفعل الى استاد برج العرب، فريق النادي الاهلي وصل وايضا كمان فريق تاون شيب بطل بوتسوانا وصل، مستر مايكل لندمان دلوقتي في طريقه لتجهيز طبعا فقره الاحماء اللي بتكون قبل انطلاق المباراه. زي ما بقول لك لسه منتظرين التشكيل يمكن قلناه بشكل عام اضيق الحدود، ممكن يكون في تغيير واحد بس لو برجع معاك للتشكيل ثاني، الشناوي، احمد فتحي، سعد سمير، سليم كلوبالي او ايمن اشرف، ده اللي لسه حتى هذه اللحظه لم يتضح بشكل كبير. علي معلول ناحيه الشمال في المنتصف، حسام عاشور، عمرو السوليه، مؤمن زكريا، وليد سليمان، وفي الهجوم جونيور اجاي ووليد ازارو. زي ما بقول لك الاجواء هنا حماسيه، الاجواء مطمئنه جدا ان شاء الله ينقص النهارده ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. لو بتكلم على التعليمات اللي كانت في الاجتماع الفني اللي قالتها طبعا واللي قالها سانوسي محمد المرافق طبعا المباراه النيجيري اللي هيكون النهارده متواجد في المباراه، نبه بشكل كبير على الكور، يمكن ذكرنا امس ان عندهم مشكله خلال المباراه الماضيه ان كان في عدم توفير الكور من فرقه الملاعب او الاولاد اللي بيكونوا متواجدين حوالين الملعب، شددوا على هذا الامر بالوصول قبل المباراه بساعه ونص. بطل بالفعل النادي الاهلي بساعه ونص، النادي الاهلي زي ما قلنا هيلبس احمر في ابيض في الاحمر، حارس المرمى هيكون الاخضر، على الجانب الاخر بالنسبه لفريق تاون شيب هيكون الازرق في الازرق في الازرق في الجوره بالازرق. ان شاء الله زي ما بقول لك يا كابتن ميدو الامور ان شاء الله تصب كلها في مصلحه النادي الاهلي، مباراه غايه الصعوبه لكن ثقتنا الكبيره في لعيبه النادي الاهلي هتكون النهارده ان شاء الله لاخر دقيقه، وانا معاك يا كابتن ميدو لو في هذا الاستراحه. اكيد يا كريم، اكيد هنرجع لك ان شاء الله في حاله وجود التشكيل، انت بس اول ما تلاقي التشكيل يا ريت تدخل لنا على طول عشان نطمن جميع النادي الاهلي، اكيد كله عايز يعرف تشكيله النادي الاهلي في مواجهه تاون شيب البتسواني النهارده ان شاء الله. كريم احمد شكرا جدا ليك. يعني كريم اتكلم بصفه عامه عن الاجواء لغايه لما نرجع له تاني يطمنا كمان على ارضيه الملعب والدنيا كلها والجماهير كمان ان شاء الله، الجماهير مستنيين منها النهارده شكل النادي الاهلي فيكم، شكل النادي الاهلي فيكم، والكلام اللي الكابتن محمود الخطيب اتكلم عليه واكد عليه ان شاء الله يكون تمثيل مشرف للجميع النهارده، مش عايزين اي حاجه يا جماعه، عايزين نرجع نملى الاستاد تاني بتاع النادي الاهلي تحديدا بيكم باذن الله. اتكلم عن التشكيل المتوقع او التشكيل بنسبه كبيره، كان بيقول ان محمد الشناوي، احمد فتحي، وعلي معلول، وسعد سمير، ايمن اشرف، او سليف كلوبالي، هنشوف مين اللي هيختاره باتريس كالترون. نتكلم كمان عن اثنين ديفندرات النهارده، حسام عاشور وعمرو السوليه، اتكلم ان هم ثلاثه قدامهم وليد سليمان، مؤمن زكريا، جونيور اجاييه، مين اللي هيلعب صانع العاب احتمال كبير يكون وليد سليمان، وليد ازارو في خط الهجوم. هنشوف تفاصيل اكتر المواجهات الافريقيه مع النادي الاهلي، نشوف كمان تاون شيب البتسواني تفاصيل اكتر، نطلع فاصل ونرجع نستعرض الجرافيك مع حضراتكم.
اهلا بحضراتكم من جديد في استاد هذه المباراه الهامه جدا لاهلي في تاونشيب البتسواني. تعال نستعرض مع حضراتكم الجرافيك اللي محضره لنا فريق الاعداد. زي ما حضراتكم شايفين مباراه بين الاهلي طبعا الاهلي المصري وبطل بتسوانا تاونشيب. يلا ده مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا الادوار التمهيديه. حضراتكم فاكرين الاهلي كسب منانا الجابوني 4-4 مقابل لا شيء هنا في القاهره، ومنانا الجابوني كسب الاهلي هناك 3-1. الاهلي كسب 3-1 اكيد. مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا دور المجموعات الاهلي والترجي التونسي اكيد حضراتكم طبعا متذكرين، احنا بنذكر بس حضراتكم انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف كامبالا سيتي اوغندا، والاهلي كانت المفاجاه من العرس الثقيل كامبالا سيتي كسب الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. النهارده ان شاء الله الاهلي هيكسب تاونشيب باذن الله في برج العرب. المباراه اللي بعد كده تاونشيب في بوتسوانا مع الاهلي، ان شاء الله الاهلي قادر ان هو ايضا يقتنص الثلاث نقاط. ترجي تونس في الاهلي، هذه المباراه تكون مباراه صعبه للغايه لكن برضو الاهلي قادر، واخر مباراه للاهلي ان شاء الله تكون امام كامبالا سيتي هنا في القاهره باذن الله. مشوار تاونشيب البتسواني في دوري ابطال افريقيا الادوار التمهيديه، تاونشيب بطل بتسوانا كسب المريخ السوداني. النتائج دي هتوريكم قد ايه الفريق ده مش فريق يعني كسب بمحض صدفه، لا ده كسب فعلا، نتائجه كانت نتائج كبيره جدا. كسب المريخ السوداني بطل السودان فريق كبير برضو فريق عريق 3-0. المريخ السوداني كسب تاونشيب في السودان بهدفين مقابل لا شيء، ايضا احرز بره ارضه تاونشيب. بتكلم على تاونشيب يانج افريكانز تنزانيا بطل تنزانيا في تنزانيا، تاونشيب كسبوا 2-1. نتائج بصراحه كبيره لهذا الفريق البتسواني. تاونشيب البتسواني في بتسوانا اتعادل سلبيا مع يانج افريكانز بطل تنزانيا. لسه في مشوار تاونشيب في دوري ابطال افريقيا دور المجموعات، تاونشيب بطل بتسوانا كسب كامبالا سيتي في بتسوانا 1-0. الترجي كسب 4-1 في تونس، برضه نتيجه كبيره جدا. فريق متقلب، فريق متقلب، مش انا مش فاهم له بصراحه هو نقاط ضعف فين. ان شاء الله النهارده النادي الاهلي يلعب على نقاط الضعف ويعمل نتيجه كبيره. ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يكسب تاونشيب بطل بتسوانا، وتاونشيب في الاهلي في بتسوانا، كامبالا سيتي اوغندا في تاونشيب، وتاونشيب في الترجي التونسي. هذه المباراه تكون في بوتسوانا. ده موقف الفريقين في جدول المجموعه الاولى بدوري ابطال افريقيا، تاونشيب في المركز الثالث والاهلي في المركز الرابع من ماتشين لعبوهم الفريقين. تاونشيب كسب مباراه واحده وخسر مباراه، الاهلي تعادل سلبيا وخسر للاسف مباراه. تاونشيب له هدفان وعليه 4 أهداف بفارق هدفين، الأهلي لم يحرز أهداف برضه للأسف. إن شاء الله النهارده يبقى فيه أهداف كتير، وليه عليه هدفين بفارق هدفين، النقاط 3 نقاط لتاونشيب ونقطة واحدة للنادي الأهلي المصري. لسه في جدول ترتيب المجموعة الأولى زي ما حضراتكم شايفين، ترجي الرياضي في المركز الأول، كامبالا سيتي في المركز الثاني، تاونشيب رولز بطل بتسوانا في المركز الثالث، والاهلي المصري في المركز الرابع. الترجي 4 نقاط وكامبالا سيتي 3 نقاط وتاونشيب 3 نقاط والاهلي نقطه واحده. هداف دوري ابطال افريقيا زي ما حضراتكم شايفين للاسف برضو تخلو هذه القائمه من هدافه النادي الاهلي. ان شاء الله النهارده نجوم الاهلي يدخلوا في دائره الهدافين، حميد احداد الدفاع الحسني في 7 أهداف، وبين مالانجو جيت في 6 أهداف. تعرفين أسماء الأفريقية صعبة النطق فعلا، هشام نقاش نادي مولودية الجزائر 6 أهداف، وأنيس البدري 5 أهداف، إسماعيل حداد 4 أهداف، وميسوفا 4 أهداف، وأدمز 4 أهداف، وفيليكس 4 أهداف، وجان مارك 4 أهداف. دي مباراة الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله، هيكون بيرميرو بطل أنجولا في زيسكو يونايتد بطل زامبيا الساعة 6 إن شاء الله، الدفاع الحسني في المغرب في فوكس ستيف الساعة 8 إن شاء الله، سان داونز جنوب أفريقيا الساعة 9 مع توجو،
بطل توجو والنجم الساحلي بطل تونس الساعة 9 في مبنبان سوالوز. أعتقد النجم يعني حقق نتيجة كبيرة النهاردة. مباراة الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا لسه، كامبالا سيتي بطل أوغندا، الترجي التونسي، تاون شيب بطل بوتسوانا في الأهلي المصري، والوداد المغربي في حرية غينيا الساعة 8، مولودية الجزائر في مازيمبي الساعة 9 إن شاء الله. دي الجولة المقبلة. دي كانت إحصائية عن الفريقين الأهلي وتاون شيب بوتسوانا. قلت لكم فريق مش عارفين يعني، كسبان مريخ السودان 3 وبعدين خسر على أرضه وكسب تاني بره، فريق مجهول الملامح. ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يفك هذه الطلاسم، ان شاء الله النادي الاهلي النهارده قادر ان هو يحسم هذه المباراه من الشوط الاول كمان شحنه معنويه كبيره جدا لاعبي النادي الاهلي بطل افريقيا. تعالوا افكركم بالبطولات، اول بطوله خدها النادي الاهلي واخر بطوله خدها النادي الاهلي، ونرجع لحضراتكم على طول. سجل النادي الأهلي حضوره في سجلات بطولة دوري أبطال إفريقيا عندما نجح في الفوز بثماني بطولات على مدار تاريخه ليعتلي صدارة الأندية الفائزة بالبطولة. عام 1982 شهد فوز أبناء القلعة الحمراء بأول بطولة في تاريخ النادي كانت تحت مسمى بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، حيث التقى المارد الأحمر في نهائي تلك النسخة مع فريق أشانتي كوتوكو الغني. أقيمت مباراة الذهاب يوم الأحد 28 من نوفمبر على استاد القاهرة وفي حضور 60,000 متفرج. استطاع الأهلي أن يحسم اللقاء بثلاثية نظيفة، أحرز الأهداف محمود الخطيب الهدف الأول في الدقيقة 13، ثم علاء ميهوب في الدقيقة 19، قبل أن يعود بيبو لتسجيل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 34. فيما أقيمت مباراة الإياب الأربعاء 12 من ديسمبر في مدينة كوماس الغنية بحضور أكثر من 70,000 متفرج، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. سجل لأصحاب الأرض جون بان ريمان في الدقيقة 12، وتعادل الخطيب للأهلي في الدقيقة 70. في عام 2013 حقق المارد الأحمر اللقب الثامن عندما تغلب على فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وقد أحرز للأهلي محمد أبو تريكة في الدقيقة 14 من عمر المباراة. استطاع الأهلي أن يحسم مباراة العودة في القاهرة بهدفين نظيفين أحرزهما محمد أبو تريكة وأحمد عبد الظاهر في الدقائق 54 والثامنة والسبعين من عمر المباراة. ما شاء الله أجيال بتسلم أجيال وبتسلمها بطولات مش بتسلمها بالإيد، وبطولات كمان مش بطولة ولا بطولتين، ده بيسلموهم شنط بطولات. ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله الأهلي النهاردة يحقق فرحة جماهيره ويحقق حلم الجماهير الأول أن احنا نوصل لأدوار النهائية ونحصل على هذه الكأس الأفريقية الغالية جدا اللي بتودينا لكأس العالم للأندية بإذن الله. من الأجيال دي النجوم اللي هتشرفني بعد قليل نجوم الاستوديو التحليل الكباتن الكبار، هنستقبلهم بعد هذا الفاصل، الكابتن كبير كابتن شريف عبد المنعم، والكابتن كبير الكابتن ربيع ياسين، والكابتن كبير الكابتن ماهر همام. هنطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام للكلام والحديث عن هذه المباراة الهامة جدا.
اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجوم مصر ونجوم نادي الاهلي للحديث عن هذه المباراه الهامه جدا للاهلي المصري في تاون شيب بطل بتسوانا. نجوم مصر والنادي الاهلي كابتن مرهم همام، اهلا بيك كابتن. اهلا كابتن ميدو، اهلا بيك، نور الدنيا. كل سنه وانت طيب حبيبي، كله تمام. وان شاء الله ربنا يوفقنا النهارده ونكسب ثلاث نقاط مهمين جدا يا رب. براحه طبعا كابتن شريف، خلاص رحب بيك وحشنا من زمان. رحب بيك ربيع ياسين، اهلا بيك يا حبيبي. يا كابتن ماهر، كابتن شريف منور الدنيا. كابتن مصر التوفيق النهارده ان شاء الله، كل التوفيق. كل كابتن ربيع، كابتن ميدو منور الدنيا، منور الدنيا حبيبي، اهلا بيك. يعني كابتن ماهر، اعتقد المباراه مهمه للجميع، مش لعيبه بس ولا الجهاز بس، مهمه للجمهور، مهمه للاداره، مهمه للدنيا كلها الاهلاويه. كلمنا عن اهميه هذه المباراه من وجهه نظر كابتن ماهر. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن قبل ما نبدا كابتن ميدو، كنت يعني بسجل بعض النقاط، رجعت بالزمن لورا شويه، واخد بالك اللقاءات اللي هي في بدايه الموسم الافريقيه المهمه جدا بالنسبه لنا، يمكن عشناها انا وشريف وربيع مع كابتن جوهر الله يرحمه، طبعا يعني نجم التدريب في مصر والعالم العربي. وكانت صعوبه المباراه ديت يا ميدو انك انت بادئ مباراه محتاجين فيها ثلاث نقاط، محتاجين فيها نحسن موقفنا من خلال الجدول. مدرب جديد، بعض اللعيبه يمكن محترفين جداد انضموا للنادي الاهلي. فتره الاعداد بعد مرحله انتقاليه مهمه جدا، مش كافيه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. صعوبه هذه المباراه فنيا وبدنيا وتكتيكيا انك انت محتاج 90 دقيقه تلعبها في خلال هذه المباراه وانت بكامل لياقتك البدنيه والفنيه والتكتيكيه. فمن خلال التجارب السابقه والخبرات السابقه اللي احنا عشناها في هذه البطولات يا كابتن ميدو، عايز اقول لك ان احنا النهارده محتاجين بشكل كبير جدا الدوافع اللي ربنا مديها لنا من ناحيه مجلس اداره، الثقه اللي ولاها للجهاز الفني واللاعبين، والمسانده القويه من مجلس اداره في خلال هذه الفتره للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. نمره اثنين، الجمهور الكبير النهارده اللي جاي اللي هيساند لعيبه النادي الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه، دوافع اللعيبه بقى واصرارهم انهم يكسبوا المباراه من بدايه الشوط الاولاني. تمام. طيب قبل ما ناخد اراء نجومنا الكرام، نروح لكريم احمد عشان يقول لنا تشكيل النادي الاهلي اللي كلنا مستنيينه. كريم احمد اتفضل. تحياتي ليك من جديد يا كابتن ميدو. زي ما قلنا التغيير، لكن في تغيير تشكيل، لكن في تغيير وحيد. لو ببدا معاك من جديد، الشناوي احمد تحيي سليف كوليبالي كبير وعلي معلول في المنتصف، حسام عاشور وعمرو السوليه، مؤمن زكريا، وليد سليمان، جونيور اجاييه، ووليد ازارو. يمكن اللي احنا تابعناه خلال التدريب كان في تمويه كده من مستر باتريك كارتيرون، كان بيلاعب بسعد وايمن جنب بعض، لكن واضح ان هو هيعتمد النهارده بشكل كبير على سليف كوليبالي. هو تم اختياره طبعا بعنايه عن طريق مستر باتريك كارتيرون. لسه التشكيل طالع حتى هذه اللحظه، لسه طالع من لحظات بسيطه جدا. زي ما قلنا ان شاء الله، زي ما بيقول الظروف مهيئه، جمهور النادي الاهلي تواجد، توافد على الاستاد، متواجد، بدا الاهداف وبدا التشجيع من هذه اللحظه. لكن زي ما بقول لك العدد مش كبير يا كابتن ميدو، كنا بنعمل ان يكون العدد اكبر من كده، كنا بنتمنى يكون 10,000 متواجدين. نقدر نقول حتى هذه اللحظه الساعه 8 ممكن يكون لسه في بتاع على الماتش، لكن حتى هذه اللحظه نقدر نقول من 3,000 ل 4,000 مشجع داخل استاد برج العرب ببيه الاسكندريه. ان شاء الله النادي الاهلي في خلال نص ساعه او في خلال 25 دقيقه هيكون متواجد على ارضيه الملعب لعمليات الاحماء. بنتمنى الاختيار يكون موفق من مستر باتريس كارتيرون. اللعيبه النهارده تكون على قدر المسؤوليه باذن الله زي ما قلنا، وكل التوفيق النهارده للنادي الاهلي ان شاء الله يا كابتن ميدو. يا رب يا كريم ان شاء الله، ولو في اي جديد هنرجع لك على طول. كريم احمد شكرا جدا ليك. يعني ده التشكيل اللي قاله لنا كريم احمد. كريم قال محمد الشناوي في حراسه المرمى، وقدامه احمد فتحي وسعد سمير وسليف كولوبالي على حساب ايمن اشرف وعلي معلول في خط الوسط، واثنين ديفندرات حسام عاشور وعمرو السوليه، قدامهم وليد سليمان ومؤمن زكريا وجونيور اجاييه ومهاجم وحيد وليد ازارو. كابتن شريف، احنا زي ما احنا شايفين كده فيش تغيير في تشكيل، هو اعتقد بنفس طريقه اللعب 4-2-3-1. التغيير الوحيد اللي هو سالف كوليبالي مكان ايمن اشرف، وان كان دي رؤيه جهاز فني يعني او خلال التدريب او اي حاجه. انا لا اقلل من ايمن اشرف، بالعكس ايمن اشرف مستوى تصاعدي كبير جدا، ولاعب دولي ولاعب منتخب. هنشوف النهارده، هنشوف سالف كوليبالي ده اخباره ايه، ولغه التعامل مع سعد سمير شكلها ايه، خصوصا انه معانا النهارده جانبين من اقوى
اللعيبه اللي موجوده، واحد في تونس وواحد في مصر والاثنين لعبوا كاس عالم. ف النهارده هنتفرج على حاجه بقى تعويضيه ان شاء الله، اللعيبه كلها بترد على الماتش الاخراني الغير مبرر اللي هو بتاع كامبالا سيتي ده. ففي فرصه النهارده على ارضنا وفي وسط جماهيرنا ان شاء الله نقول كلمتنا وندي نفس للراجل الكارتيروني الجديد ده، ان احنا هو فرحان ان هو ماسك النادي الاهلي، ويتمنى ان الحياه تبقى سهله عليه واللعيبه تسهل عليه الماموريه في اول مباريات على الاقل، ان هو يرتقي لاربع نقاط. فاحنا كلنا بندعي للنادي النهارده واللعيبه كلها نكون موفقه في النتيجه، وفي انها تدي برضو الشكل والدعم للجماهير انها في كل الاحداث اللي بتحصل لنا دي والحاجات اللي احنا فيها دي، احنا النادي الاهلي لا يهتز ابدا. اكيد اكيد يا كابتن، كلام مهم جدا. كابتن ربيع برضو قول لي اهميه المباراه من وجهه نظرك، والتشكيله والتغييره بتاعت كوليبالي على حساب ايمن اشرف. هو المباريات الموسم يعني التحديات كبيره جدا لعميده السنه دي بإدارة فنية جديدة، مفيش كلام طبعا، وبداية مهمة ومهمة مش سهلة. انت عندك نقطة واحدة، الماتش طبعا مصيري مفيش كلام بالنسبة لنا، النادي الاهلي هو نادي القرن، كل الظروف بفضل الله تعالى مهيئة بإذن الله تعالى ان الاهلي ان شاء الله يكسب على ارضنا في وسط جمهورنا، دي حاجة مهمة جدا. لكن على المدير الفني انه يجتهد بشكل كبير جدا، واعرف ان الامور في النادي الاهلي طبعا دايما هو الرغبه في سعادة الجمهور، الرغبه في الفوز، الرغبه في البطولات. وعلى اللعيبه مسؤوليه كبيره جدا لميدو في التركيز، لان يعني انت عارف جمهور النادي الاهلي والكيان اللي بيمثلوه كيان كبير جدا، وهم لعيبه بصراحه رجاله، يعني طول عمر لعيب النادي الاهلي رجاله بيشرفوه وفياتي بيكسبوا وبيعرفوا قيمه وعارفين قيمه الكيان الكبير اللي بيمثلوه. فماتش باذن الله بدايه مهمه جدا، بدايه الموسم مهمه جدا جدا، مع ان هي جايه في ظروف سريعه ومش سهله، لكن على باذن الله تعالى ثقتنا كبيره في الله له سبحانه وتعالى، ثم المدير الفني اللي في ظهره الاداره وفي ظهر الجمهور واحنا في ظهرهم طبعا، وان شاء الله بدايه موفقه النهارده باذن الله تعالى، وبدايه فوز وبدايه اداء وبدايه موسم قوي ان شاء الله، كل امورنا تبقى سهله النهارده بفضل الله، ثم العمل الجماعي اللي دايما بننتظره من الجهاز الفني واللعيبه، حاله كبيره جدا النهارده مهمه جدا ما بين المدرب وبين اللعيبه، عشان ربنا يكرمنا ونقدم فنيات النهارده ونقدم كوره جميله ونقدم ثلاث نقاط مهمين جدا ان شاء الله هيفرقوا معانا. كل التوفيق باذن الله تعالى وكل الخير وكل حاجه كويسه النهارده للتيم باذن الله. اكيد ان شاء الله. كابتن ربيع قول لي برده رايك في التشكيل بسرعه. هو امس التشكيل واجهز التشكيل، والتشكيل يملك الخبرات ويملك الفنيات ويملك اللي احنا عاوزينه باذن الله تعالى، هو مفتاح الفوز. اكيد التشكيل مهم جدا، وقلنا الكلام ده ان وجود الناس الخبره مهم جدا، وجود الاستقرار مهم جدا، وجود الانسجام مهم جدا، وجود الحلول مهم جدا، وجود التنويع مهم جدا. انا شايف ان التشكيل ده هو امثل تشكيل باذن الله للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ماهر برده بصفاتكم يعني كنتوا من اللعيبه النادره في الحاله الدفاعيه للنادي الاهلي او خطوط دفاع النادي الاهلي، شايف تغيير كوليبالي بايمن اشرف شايفها ازاي؟ انا شايفها احسن. ايه شايفها يا ميدو؟ ان صحيه، واخد بالك ان الراجل ده اشتغل مع المدير الفرنسي ثلاث مرات في ثلاث محطات، فهو ادرى بامكانياته بشكل جيد، وهو اللي طلبه، هو اللي طلب ان هو لما الراجل ارى فرقه النادي الاهلي وشاف احتياجات النادي الاهلي، فهو فعلا احنا كنا محتاجين حاجه زي كده في قلبي الدفاع اللي موجود عليهم سعد سمير وايمن اشرف، وخصوصا ان رامي طبعا من اللعيبه المصابين، نتمنى له العوده وبسرعه لصفوف النادي الاهلي. لكن هو الراجل بينه وبينك فيها شيء من العداله ونوع من الشفافيه الواضحه، ودي الجرأه بقى اللي احنا محتاجينها. يعني هنرجع كده بالتاريخ شويه، مش تقليلا من كابتن حسام البدري، بالعكس كابتن حسام البدري كان بيصبر كتير جدا على اللعيبه اللي اختارها، يمكن بتقعد بشهر وشهرين وثلاثه، ويمكن كان بيقول ان محتاجه انها تخش الفورمه الرياضيه وتبدا تتاقلم عليها. لكن دلوقتي احنا في عصر الاحتراف، ما ينفعش ان انا اصبر على اللعيب، انا جايب لعيب ودافع فيه مبلغ وقدره. فانا شايف ان مدرب النادي الاهلي كان عنده ثقه كبيره جدا في اختياره لكوليبالي. انا شايف ان التشكيله مناسبه، فيها نوع من العداله من خلال الخطوط الثلاثه. يمكن بالنسبه لحراسه المرمى محمد الشناوي، احنا شفنا محمد الشناوي مع منتخبنا القومي ظهر بصوره متميزه. النهارده رباعي خط ظهر النادي الاهلي، وده الرباعي اللي احنا بنعتمد عليه من خلال المباريات السابقه والبطولات السابقه يا ميدو. يمكن علي معلول ناحيه الشمال واحمد فتحي بيمثلوا لنا قوه ضاربه بشكل كبير جدا، من الخبرات ومن الانطلاقات ومن التواجد الدفاعي والهجومي بشكل جيد. سعد سمير
يعني راجع من المنتخب لعيب دولي، كل بالي بردك لعيب دولي، نص الملعب بالسولية وحسام عاشور اللي احنا تعودنا عليهم ان هم رمانة المزاد اللي بيدونا الامان والثقة في نص الملعب. الثلاثي بقى الخطير اللي احنا النهارده يعني بنقول عليه الشكل كبير جدا نميدو، الثلاثي المكون من وليد سليمان ومؤمن زكريا واجاي، ودول اللي هيعملوا لنا الفارق ان شاء الله من بدايه المباراه. وازارو طبعا هداف الفريق العام الماضي، نتمنى النهارده ان شاء الله يهدف من بدايه المباراه عشان نكتسب كلنا ثقه زي ما قال ربيع وشريف، ثقه الجمهور ورانا ومجلس ادارتنا ولاعيبه النادي الاهلي في المحك الحقيقه يا كابتن ميدو بيبان معدن لعيبه النادي الاهلي. فالنهارده لعيبه النادي الاهلي بتراهن على هذه المباراه انها ترجع لطبيعتها وترجع لمكانتها الطبيعيه في هذه المباراه. اكيد يعني حضراتكم اكيد متابعين وعارفين الاهلي اللاعب او لعب مع 33 دوله افريقيه مختلفه. طبعا النهارده الدوله رقم 34 بتسوانا، اول مره النهارده يلعب النادي الاهلي فريق من بتسوانا. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نشوف الكابتن شريف هيشوف هيقول ايه كمان عن الكره البتسوانيه، هل هي مختلفه عن الدول الافريقيه ولا ايه. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. ستكون مواجهة الأهلي المرتقبة أمام ضيفه تاونشيبا البوتسوانية اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من عمر دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الشياطين الحمر منافسا من بوتسوانا في تاريخ مشاركاته القارية، لينضم اسم البلد الواقع بجنوب القارة السمراء لقائمة الدول التي التقى الفريق الأحمر بفرقها عبر مشواره الحافل في بطولات إفريقيا. الأهلي واجه 94 ناديا يمثلون 33 دولة، من أصل 56 دولة يمثلون أعضاء الاتحاد الإفريقي عبر تاريخ مشاركته الإفريقية الذي بدأ عام 1976. ستكون بوتسوانا هي الدولة رقم 34 التي يلتقي الأهلي بناد يمثلها، وذلك في البطولات القارية حين يلعب مع تاونشيب رولارز الذي سيكون النادي رقم 95 الذي يلتقي معه أبناء قلعة الجزيرة. هذا الرقم يشمل مشاركات الأهلي في بطولات دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم بطولة إفريقيا للأندية الأبطال، ثم الحالي دوري أبطال إفريقيا وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وكأس الاتحاد الإفريقي وكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي. نيجيريا تعتبر هي أكثر الدول التي التقى الأهلي بأندية منها، حيث لعب أمام 9 أندية نيجيرية ثم جنوب إفريقيا التي قابل الأهلي منها 7 أندية، أعقبها 3 دول بالتساوي من المغرب وتونس وزامبيا، بعدما اصطدم المارد الأحمر مع 6 فرق من كل دولة خلال مشاركته بالمسابقات الإفريقية المختلفة. بينما لم يلتقي الأهلي بممثلي 22 دولة إفريقية من أعضاء الكاف حتى الآن، وهي بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، موريتانيا، النيجر، سيراليون، توغو، إفريقيا الوسطى، تشاد، ساو تومي، بيرنسيب، جيبوتي، جنوب السودان، زنجبار، جزر القمر، مالاوي، مدغشقر، ناميبيا، موريشيوس، وريونيون. اهلا بحضراتكم من جديد، افكركم بتشكيلة نادي الاهلي تاني عشان اقول لكم كمان البدلاء. محمد الشناوي في حراسة المرمى، قدامه احمد فتحي وسعد سمير وكوليبالي وعلي معلول ناحية الشمال، في خط الوسط حسام عاشور ومعاه عمرو السولية، قدامهم ثلاثة وليد سليمان، مؤمن زكريا وجونيور اجايه، قدامهم مهاجم وحيد الهداف وليد ازارو. بدلاء النادي الاهلي شريف اكرامي ومحمد هاني وميدو جابر مروان محسن واسلام محارب وايمن اشرف وهشام محمد. كابتن شريف عايز تتكلم على البدلاء قبل ما نتكلم على كوره بتسوانية؟ هو طبعا كل اللي انا قلت لك عليه ده قرار اجهزه فنيه شغاله اليومين دول من الاعدادات وكل حاجه، يمكن في اصابات لاي حد، في شد، في حاجه، صلاح محسن مش عارفين ليه هو مش يعني مش جوه التيم، دي حاجات طبعا هنعرفها يمكن في خلال الهاف تايم او اي حاجه من التقارير اللي بتيجي، نسال نشوف الراجل ده فين. نفس التشكيل نفس اللعيبه هم احنا عندنا من المواسم الباقيه اللي فاتت، ان احنا كنا كل لعيب عارف عمر الاشتراك بتاعه 60 دقيقه 70 دقيقه وبيجيد في القصه دي. كل الشغل اللي احنا بنشتغله بنطمن دايما ان بيبقى عندنا اطراف قويه زي احمد فتحي وعلي معلول. الحقيقه بيدونا
نفس لأجاييه ازاي يتعامل مع الكوره، باختلاف ان احنا البلاي ميكر دلوقتي عندنا اتقلب لوليد سليمان هو اللي بقى صاحب التنوع، صاحب الانفرادات اللي هي ناحيه اليمين او ناحيه الشمال والاختراقات، هو اللي بيعمل الزياده العدديه دايما جنب وليد ازارو، ودي مسؤوليه كبيره قوي طبعا عليه النهارده. انما وجود اجاييه في الحاله بتاعته بتوفر علينا كل المهام ان احنا نقدر نعمل سكور كويس قوي، وخاصه ان احنا بنعوض الغيابات اللي هي موجوده عندنا بالبلاي ميكر مثلا، ان هو بيبقى وليد عليه حمل كبير قوي. اللي انا عايز اقوله ان الفرقه اللي انت بتلعبها النهارده دي فرقه بتحب تجيب جوال، ده الكلام اللي بنتكلم فيه بقى. اللي هو النهارده تلعب النهارده دي فرقه بتلعب جيم مفتوح، بتلعب فرقه من مدرسه بتسوان. بتسوان دي تمام. بتلعب جيم مفتوح، كسبوا المريخ السوداني 3-0 وكسبوا يانج افريقيا 2-1 وتعادلوا على ارضهم 0-0 مش غلط. انما التيم ده مش عايزين يبغتك انت النهارده، خارج لسه جاي مباراه جديده عليك رسميه، مطلوب منك الضغط النفسي فيها انك تكسب الثلاث نقاط ومش عارف، لازم تبقى في سيناريو، لازم يبقى في ثقافه في تناول المباراه، في جهاز فني بره جديد انت عايز تثبت له انك انت جدير بالاختيار اللي هو حصل عليه. اللعيبه دي كلها بقت موجوده على عيني وراسي، انما انا عايز العب اللعب الطبيعي بتاع النادي الاهلي. التوارث اللي احنا توارثناه من الاجهزه الفنيه السابقه اللي هي الكره البرشلونيه اللي احنا حققنا بيها احسن مواسم الحقيقه في سنتين ورا بعض، عملنا شكل النادي الاهلي جبار الحقيقه. فاحنا عايزين ما نخرجش بره هذه النغمه او هذه المنظومه اللي احنا بنلعب بيها الكره، هي اللي تجري مش احنا نجري، وخاصه ان احنا جايين كلنا من فتره اعداد، خاصه ان احنا جايين من تلاحم مواسم كلها مع بعض. فمش عايزين يبقى فيه اللعيبه النهارده تثبت لنفسها انه يجري بالكره كتير، كل واحد يحتفظ بالكوره وما اعرفش ايه، الحاجات دي كلها مش هتسهل الحياه علينا مع سرعات كبيره قوي فرقه بتسوانا، واحنا شفناهم واتفرجنا عليهم عندهم مباغته من نص ملعبهم والفراوده بتاعتهم هم ده بالزبط. انما هم من ورا ما بيعرفوش يقفوا، انا ماهر يعرف الكلام ده وربيع يعرف، احنا دايما بنستغل الافارقه في عدم الوقوف السليم في الماتشات الافريقيه بتاعتنا، كنا بنسرقهم، كنا بنعرف ازاي نضرب الخطوط بتاعتهم. فاحنا كل احنا مطلوب مننا النهارده هدوء الاعصاب، كرة يبقى ميز باس قليل جدا، مفيش حاجه عندنا يعني، احنا مخنا يبقى مفتوح للمباراه انها مباراه مش سهله، انما احنا لازم لينا يبقى فيها القرار ونريح فيها نفسنا من اول شوط، ان شاء الله يبقى لنا تفوق ب 2-0 دي تخليك في حته ثانيه ان شاء الله يا رب. يعني كابتن ربيع، المدرب الصربي اللي بيتولى المسؤوليه الفنيه لهذا الفريق البتسوان تاون شيب نيكولا كافازوفيتش، مدرب صربي بيلعب كره زي ما الكابتن شريف يعني لازم في كل مباراه اليوم جايبين جول، فهل ممكن النهارده يفاجئ النادي الاهلي يفكر ازاي قبل ما نتكلم على باتريس كارترون؟ لا هو طبعا المفروض ان انت بتدرس الاول الفريق المنافس كويس قوي، ده بالنسبه لينا احنا عشان برضو دي كلها الشغل النهارده، نقاط الضعف والقوه، الخطط القويه من هنا بيبان لك المدير الفني بتاعه. يعني انت مجرد انك تتفرج عليه في فيديو بتعرف مدى قوه الفريق، قوة الفريق فنيا عن طريق مدربه. تمام. افريقيا من وجهة نظري اتغيرت غير الاول، بقت افضل واحسن واقوى، واخد بالك، والفنيات بقت ازيد يا ميدو، الفنيات بقت كتيرة. احنا شفنا يعني افريقيا لها دور كبير جدا في ان فرنسا تاخد كاس عالم بتجنيس عدد كبير جدا من افريقيا. افريقيا اتغيرت بقى واحتاجوا دولة مدربين، انت عشان تسيطر على المباراة لازم يكون عندك مدرب كبير فنياته كبيرة جدا، يقدر بالجوانب الخططيه تؤدي بشكل منظم على المستوى الدفاعي والمستوى الهجومي. فاكيد ان الفرقه دي تحترمها، فرقه شفناها لعبه المريخ السوداني وخرجته وسيمبا التنساني تقريبا على ما اتذكر، وعملت نتائج كويسه جدا، وشكلها بتلعب كره هجوميه، وشكلها عندها افراد، وشكلها عندها خطوره مفيش كلام يعني، وفريق كمان عنده شخصيه. لكن يعني برضو ارجع اقول ان من وجهه نظري انا الفنيه ان الاهلي هو الافضل، هو الاحسن، هو الاقوى، هو الخبرات. محدش يقدر يفتح خطوط، انا لو مدرب هذه الفرقه ما اقدرش افتح خطوطي وادي مساحات لازار، وادي مساحات لوليد سليمان، ادي مساحات لمعلول، ادي مساحات وانطلاقات من وسط الملعب وطور هجومي على حساب الانتفاع بتاعهم الهجومي اللي من غير حساب ما ينفعش. تمام. فده وجهه نظري انا الفنيه، لكن فريق تحترمه وتقدره وتعمل له حساب كويس قوي وتهتم بيه عشان يعني برضو تقدر ناخد اللي احنا عاوزينه من المباراه. تمام. طيب معانا النجم الكبير الكابتن شطه. كابتن شطه اهلا بيك. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا، منور الدنيا يا كابتن. منور الدنيا يا كابتن. معايا كابتن مرام مام، معايا كابتن شريف عبد المنعم، معايا كابتن ربيع ياسين حبايبك. حبايبي وانا كابتنهم كلهم. ازيك يا كابتن شطه؟ شطه
ايوه يا كابتن ربيع. وحشنا النهارده. اليوم يومك يا كابتن شطه. احنا في الحابك النهارده. عدى علينا في النادي الاهلي يا كابتن شطه. اقعد معانا شويه. مش فاضي بقى. انا على طول معاك يا ربيع كل يوم في النادي. طبعا يا كابتن. طبعا. على السلامه يا كابتن شطه. كابتن شطه كل سنه حضرتك طيب في الاول ودايما بتنورنا من خلال الهاتف. ان شاء الله تنورنا ان شاء الله كده في الاستوديو باذن الله. ان شاء الله باذن الله اكون معاكم في اي وقت يعني قلب الدعوه بتاعتكم باذن الله. شايف المباراه ازاي يا كابتن شطه خصوصا انها مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي؟ والله انا عندي احساس ان المباراه دي مش بالاهتمام اللي انا متوقعه يعني لان انت عارف جت بعد كاس العالم وبعد كده الاهتمام بتاعها ما كانش زي ما انا متخيل ولكن هي بالنسبه للاعبين اللاعبين اهم حاجه الاهتمام يكون يعني من اللاعبين مش يكون من الميديا ولا يكون مننا احنا كجماهير اهم حاجه اللاعب يكون حاسس انه المباراه دي مهمه انا مكسب فيها هيعيد الثاني يبقى موجود في البطوله لكن انا حاسس انه في ما فيش يعني مش حاسس بايه الناس متلميه حوالين النادي غير مجلس الاداره طبعا الخطيب كان البيان الحقيقه اللي عمله ده بيان مهم جدا بيوري قد ايه الجماهير دورها مهم جدا في هذه البطوله وانا متاكد ان الحقيقه اللعيبه انا على حسب علمي انها حريصه انها تحقق ان شاء الله نتيجه ايجابيه في هذه المباراه. اكيد يا كابتن يعني اكلمك برضو يعني حضرتك معانا فرصه اكلمك على التحكيم الافريقي. والله التحكيم الافريقي بيمر بظروف في منتهى الصعوبه بعد ما حصلت الحقيقه الانتكاسه الكبيره في بعض الحكام اللي يعني تم يعني كشف انهم كانوا متواطئين نقول متواطئين احسن من نقول مرتشين ماشي فهذا التواطؤ طبعا يعني ورق دين والتحكيم لا يسلم من الايادي الخبيثه ولا يسلم من الامور اللي انت عارفها هي فيها مشاكل لكن الاتحاد الافريقي كان صارم جدا وحول كل من يعني كان له يعني دور في هذا الامر للتحقيق وعمل يعني تحقيق واسع جدا لهذا الامر وخلى دلوقتي اللجنه القانونيه في الاتحاد الافريقي انها ماسكه المواضيع دي بشكل افضل عشان التحكيم فيه ناس كويسين وفيه ناس امناء وفيه ناس حريصين على سمعه التحكيم الافريقي لكن لحسن الحظ ان كل الناس اللي كانت موجوده دي كلها ما كانتش من القيادات التحكيميه والنخبه فدي الحمد لله تورجي قد ايه انه الحقيقه التحكيم الافريقي هيكون عليه برضه ملاحظات وهيكون عليه انه الناس كلها عايزه تشوف التحكيم فبالتالي انا متاكد انه المباراه القادمه دي النهارده الحقيقه التحكيم هيكون يعني انا متاكد انه هيكون اكثر التزاما واكثر حرصا على انه يوري انه التحكيم الافريقي ما زال بخير. كابتن مصطفى غربال الحكم الجزائري. الله حكم جزائري حكم كويس قوي وبعدين تعرف الجزائريين بالذات يعني مشهود لهم بالكفاءه ومن افضل حكام القاره الحقيقه يعني كابتن شطه يعني اكيد بستمتع باللقاء مع حضرتك واتكلمت بصوره كافيه عن مباراه الاهلي وتاون شيب كل الشكر لحضرتك وان شاء الله كل التوفيق للحكام الافارقه كابتن شطه يعني وصف الحكام وصف يعني كابتن ماهر طبعا هو يمكن الفيفا والكاف يمكن شاطب حوالي يمكن 10 حكام الفتره اللي فاتت فدي يعني عدد كبير جدا ومنهم حكام حكموا يعني حكموا للنادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت فواضح قوي ان طبعا الكاف مصحصح من خلال حكام الافارقه وعدد كتير جدا انه ياخدوا قرار بشبههم او اقالتهم او وقفهم فنتمنى بقى للحكام اللي يعني تتعظ بقى من هذا الموقف ونبدا نشوف موسم جديد نشيد بيه بقى الحكام الافارقه ان شاء الله. احنا قلنا الحكام ظلمت الاهلي في نهائي السنه اللي فاتت كابتن شريف كابتن ربيع ده كتير جدا كلامنا طلع صح يعني كمان اخر حاجه لما اتكلمنا عن الحكم كان في ضربه جزاء واضحه جدا الحكم عمل نفسه مش شايفها ويعني كان فيلم كبير نهائي افريقيا بالظبط والتحكيم انت اكتر من يسجل بايده وتتحس بنرامو بنرامو ده خلي بالك ده شطب الحاجات ده يعني شوف عداله السماء اتشطب بس بعد كام سنه بقى بعد ما عمل مستقبله انا هقول لك هو دلوقتي الاتحاد الافريقي ما شاء الله بقى معاه فلوس كتير قوي فخلاص بقى القصه بقت وبقى بيدفع فلوس كتير قوي للحكام فبقت المفروض الحاجات دي كمان ايه تقل يعني تقل كتير قوي وانا شايف ان هم في كاس العالم كان لهم شخصيه قويه جدا وبيواكبوا الاحداث مع الفيفا وبيواكبوا الاحداث مع الاوروبيين وشافوا الدنيا بقى شكلها ازاي وروسيا الحقيقه ادتنا
مثل عظيم ازاي تنظم بطوله كبيره زي كاس العالم. ما شاء الله يعني حاجه جدا بصراحه يعني. اللي احنا استفدنا منه في البطولات دي اذا كانت الحكام كانت الحاجه الوحيده اللي فسدت البطوله الحقيقه البتاع اللي بنروح له بنرجع له ده. بس يا كابتن بدي بلا مفيد بلا بتاع البتاع ده بوظ. استفادت من ضربه جزاء ضيع كرواتيا. لا ما فسدتش مع احترام معلش ده الناس اللي القايمه على النهارده قوانين الكوره ومتعه الجمهور بيعملوا التقنيه كابتن شريف عشان ما حدش يتظلم. وده ربيع بالظبط. عايز اقول لك حاجه يعني الكره الاخرانيه بتاعت فرنسا كرواتيا وفرنسا الراجل غصب عنه ده كره بتتلعب بالدماغ ضربت في ايده هو ما مسكهاش يعني غصب عنه والتاني ما شافهاش والتاني ادى قرار انها كره كويس خلاص بقى انك ترجع للفي ار ده تاني. طب ما خلاص بتغير تشكيل بتغير حياه اسبانيا وروسيا الكره بتاعت اللي جت في ايد المساك. طب ما دي بقى واضحه 100%. ما هو اتكلم عموما برضه نقصده ان ما بتصحح. برافو عليك الحكم برضه بشر بس في حاجات يعني ما تدينيش الاحقيه بان انا ازودها كده بالشكل ده يعني. قول لي كالترون النهارده احنا اتكلمنا عن المدرب الصربي لفريق تاونشيب قول لي كالترون النهارده في دماغه ايه؟ قول لي لعيبه الاهلي هتعمل ايه مع كالترون النهارده؟ لعيبه الاهلي هي النهارده اللي بتثبت لكالترون ان هو في معقل نادي القرن. يعني احنا بيقولوا للمدرب بتاعهم انت في ايد امينه. فانا دايما باجي على اللاعب ما باجيش على الكارتون اللي بيمرن ومعاه جهاز فني قوي جدا عارف اللعيبه كويس قوي. الجهاز الفني ده منه كابتن يوسف محمد يوسف واخد بطوله افريقيا لوحده قبل كده. يعني مش تولى المهمه ده هو مدير كوره يعني الراجل مش غريب على الحكايه ده راجل ملتزم بالقواعد وبالشكل وبيعرف ازاي يتكلم مع اللعيبه وازاي يحضر اللعيبه وازاي الكلام اللي هو شط قال لك عليه. انا مش حاسس يعني زي ما يقول سهوله المباراه النهارده الناس فاكره المباراه سهله. هي فعلا الناس سهله خالص الناس مستسهله ان السته بونت هناخدهم الناس ادونا في جبنا 10 9 بونت ومعانا نقطه يبقى 10 بونت ومعانا هنعدي. الكلام ده وهمي. احنا بنتكلم على الواقع دلوقتي ان احنا هنقابل فرق شرسه كده. فكارتيرون النهارده اللي انا هيعمل ايه؟ ان هو معاه ادي اللعيبه الكبيره اللي عندك وادي المحطات الهجوميه اللي موجوده عندك ازارو موجود عندك وليد سليمان عندك عوده مؤمن زكريا الخطاف السارق الحرامي اللي من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر وفي اي حته بيروح يلعبها في اعارات او اي حاجه بيشيدوا بيه. عندك لعيبه امكانياتها كبيره جدا سوليه وحسام عاشور في ازاي يعملوا الايقاع بتاع المباراه والاجنبي اللي احنا اتكلمنا عنها وحارس مرمى عالمي ودولي شاهد بيه العالم كله. فالنهارده كارتيرون ده هيقعد زيك انا هيقعد زيك انا يشوف الامكانيات اللي هي مطروحه عنده في الملعب يتفرج عليها. هتأدي له ايه النهارده؟ هتدي له ايه؟ لان انت عندك برضه دكه مش سهله. انت عندك محمد هاني وايمن اشرف وهشام محمد دول لعيبه كوره واحنا عارفين كلنا وبنشيد بيهم بقى. عندك مروان محسن واسلام محارب وميدو جابر ما زالوا في بؤره الضوء ولاعيبه كوره يقدروا يدوا لك في الجزء الثاني من المباراه اللي احنا بنتكلم عنها. عندك لعيب مش موجود كمان خطير جدا اسمه صلاح محسن ده من سبب يعني ارتفاع لاعبي مصر كلها في الاسعار وكمان ده هو لعيب بروميسنج وولد صغير. عندك حاجه ثانيه جميله جدا انا لاحظتها امبارح وانا بروح ان كريم نجفد والناس دي 97 يعني الناس دي لسه صغيره بتلعب في ناشئين. عندك لعيب احمد حمدي عندك شباب بيلعبوا تحت عند كابتن عادل عبد الرحمن لعيبه ما شاء الله بروميسنج بشكل غير عادي. انت عندك اقوى حاجه موجوده ما شاء الله انك انت كل المطلوب من كارديرون ازاي يدير هذه المنظومه من اللاعبين بالعدل اللي اتكلم عليه كابتن ماهر وكابتن ربيع بالفير بلاي بالتجهيز اللعيبه دي بمنطوق ان احنا ان شاء الله فعلا بندور على واحنا متاخرين كده على نجمه افريقيا باذن الله السنه دي والبطوله الخاصه بتاعتنا الدوري والكاس يتعوض السنه الجايه ان شاء الله. فاحنا ماشيين في منظومه نادي القرن. تمام تمام كده. يعني اضيف على كلامك مش عارف كابتن ربيع هيتفق معايا ولا يختلف ان المدرب انا كمتفرج احب اشوف شخصيته في اللعيب. مش كلام المدرب النهارده مطلوب منه في بدايه موسم. انا قلت خلي بالك في تحديات عنده في بدايه كلامي تحديات كبيره جدا بالزبط. انه خد بالك مدرب جاي على نادي بطولات ثلاث مواسم النادي الاهلي ياخد بطولات ورا بعض الدوري افريقيا من 2013 النادي الاهلي ما خدهاش نفس الظروف 2013 اول مباراه تعادل مع الزمالك وتغير الماتش اللي بعده. خد بالك تحديات في القائمه 25 تحديات قويه جدا من هنا هيجي هيبتدي بقى شخصيه المدرب الفنيه اللي بتكلم عليها كابتن ميدو. واخد بالك طبعا التشكيل شخصيته في تشكيل في توظيف في تغيير في اسلوب لعب في تنظيم لعب في جانب دفاعي في جانب هجومي. تمام هي دي الفنيات والتحديات بقى كتيره
بالك شخصيته النهارده في في التغييرات في اداره المباراه في قراءه المنافس كويس قوي. فمطلوب منك بامر الله تعالى فنيات كثيره ان شاء الله في بدايه الموسم، عشان لكن خلينا واقعيين، هل هو الفتره اللي مسك فيها النادي هتخليه يطلع؟ لا ما افتكرش. حتى الطريقه ممكن يبتدي بانسب طريقه نجح بها النادي الاهلي خلال الثلاث سنين 4-2-3-1 مش كلام. وفي نفس الاوقات برضه لو تلاحظ بنفس التشكيل بنفس اللعيبه بنفس القدرات اللي موجوده، انما هو بقى على مع الوقت اكيد وبدايته مهمه جدا في ان سير مباراه النهارده، سير مباراه في قراءه منافس، سير مباراه في تنظيمه وتنظيم خطوطه وتوظيفه وتطوير ادائه في الثلاث تلات الملعب عشان اقدر اروح على المرمى واسجل يا كابتن ميدو. فتصد ده كلام مظبوط وبدايه مهمه جدا جدا، حتى لو ما فيش يعني مش هناخد منه كل حاجه، لكن بدايه لمدرب اعتقد انه مدرب اسم كبير حقق بطوله افريقيه مع نادي كبير جدا، اشتغل في مصر ولفت الانظار، فهو مدرب فني على اعلى مستوى ومدرسه تحترمها بتقدم كوره جميله متحرره كوره شامله بامر الله تعالى، وده اللي هنشوفه النهارده ولازم نشوفه انا مع حضرتك لازم نشوفه ان شاء الله باذن الله تعالى وربنا يوفقهم ونشوف حاجه كويسه باذن الله. اكيد كابتن ماهر برضو خلينا في باتريس كالترون كشف عن شخصيه قويه جدا اول ما جه النادي في المعسكر، شاف لعيبه بتدلع فقعدهم مسافر من غير احمد حمدي تحديدا، لما كان في كلام على وليد ازارو برضو ان هو في احتراف للنادي او ما شابه جنبه خالص برضو التمرين خلاه يتمرن، فده بيدل عن ايه؟ بيدل على ان الراجل ده يعني انا شايف ان هو محظوظ ان هو بيشتغل مع احسن نادي في القاره، بيشتغل تحت اداره قويه جدا بتسانده بشكل بتديله صلاحيه اذا كانت فنيه او اداريه، بيتعامل مع افضل 25 لعيب موجود في العالم العربي والعالم الافريقي، بيتعامل تحت قياده جمهور صاحب بطولات، جمهور عنده ثقافه بيساند الفرقه في كل الاوقات، اذا كانت اوقات الفرقه بتحقق فيها بطوله فيمكن بفضل الجمهور مع مجهود اللاعبين. واضح طبعا من التشكيله ان شخصيته وضحت من البدايه، ان هو ما استناش، هو اخذ من محمد يوسف واخذ من الزملاء المعونين درايه بالفرقه وشكلها وادائها يمكن في المحاكم قبل كده اذا كان الدوري او كاس او افريقيا، لكن عايز اقول لك دي شجاعه المدرب اللي هو بيخوض التجربه بطريقه لعبه بتشكيلته بادائه. النهارده اضافه كولوبالي دي اضافه بتحسب له، ان واحد تاني كان يقول لك ميدو ايه لا انا ما اخدش الريسك بقى كولوبالي ده لسه ما اعرفش كويس وحش، نخلينا بالمضمون اللي هو سعد سمير وايمن اشرف اللي هم بالطريقه اللي بيلعبوا بيها، لا واضح قوي اضافه كولوبالي دي بتاكد ان هو واعي، بتاكد شخصيته، بتاكد ان هو عايز يحط بصمه من بدايه شغله. زي ما انت قلت كده ميدو قراراته الجريئه اللي اخذها في المعسكرات لما حصل نوع من السلبيات او نوع من الاخطاء من اللعيبه، اذا كان احمد حمدي في المعسكر اللي كان موجود في مصر بسرعه اخذ قرار باستبعاده وخصم منه مبلغ مالي، ازاره في حاله العقد اللي جاله من الصين هو تدخل بشكل احترافي وطلب من ازارو ان هو يبقى موجود معانا ويبقى في نوع من التعويض، احنا محتاجين ازارو بشكل كبير جدا. ازارو يعني امتثل لقرار المدير الفني واقتنع بكلامه، دي من ضمن الحاجات اللي تحسب للمدير الفني انك انت شخصيتك بتفرضها واسلوبك من خلال ادائك من خلال معسكراتك. النهارده الاضافه الفنيه بقى بيدو اللي احنا كلنا مستنيينها وكلنا مستنيين نتائجها، هنشوف النهارده بيتعامل ازاي مع خصم قوي عنده ثلاث نقاط يهمه جدا، ان احنا النهارده الاهلي عنده نقطه يهمه النهارده انه يكسب هذا اللقاء عشان يبدا يحط البصمه الفنيه. هنشوف طريقه اللعب، هل هو هيلجا للطريقه اللي احنا نهينا منها 4-3-1، لكن مشتقاتها في الدفاع والهجوم ممكن تتغير اكيد طبعا اكيد مش أكيد. لازم يكون بهذا الشكل اللي احنا نهينا بيه. فالنهارده هنشوف بعض الجمل التكتيكيه كمان اللي هيضيفها بالنسبه للاداء الفني للعيبه النادي الاهلي، اللياقه البدنيه وحالتها ايه وصلنا بيها لايه، الحاله الفنيه اللي وصل عليها اللعيبه ازاي، هيستغل النهارده القوه الضاربه اللي احنا اتكلمنا على اسماء الموهوبه اللي موجوده في تشكيله النادي الاهلي النهارده ازاي يستغلها من بدايه المباراه أكيد. لاحراز هدف يدي ثقه للجهاز الفني وله ولجمهوره اللي وراه خلال 90 دقيقه. اكيد اكيد. يعني كابتن شريف برضو هزيمه من الترجي 4 اهداف مقابل هدف، ما طبعا دي تخليك
يعني تديك اريحيه كنادي اهلي، تخلي اللعيبه عندها ثقه ان الفريق ده بيستقبل اهداف، وبرده كسب فريق كسبك. عارف الموضوع محير، فريق فعلا محير. بص كابتن ميدو، هو الفرقه دي زي ما انا قلت لك بتلعب جيم مفتوح، ممكن تقبل. وقلت لك الدفاع بتاعهم من اوحش حاجه فيهم، الدفاع بتاعهم هم بيلعبوا من نص ملعب، وعندهم انطلاقات، عندهم انطلاقات في الفراوده، بيعملوا سويتشات واتفرجنا عليهم بالزبط. وعندهم الثقه ان هم يشوطوا وان هم يباصوا لبعض وان هم يشوفوا من الاجناب. برده عندهم باك رايت ده بيعمل عرضيات، انا اتفرجت عليه وشفته وذاكرته. اكيد طبعا الجهاز الفني ده كله ذاكر اللي احنا بنقول عليه ده كله. فالاختراقات بتاعت فرقه زي الترجي، ترجي لعبت قدامك هنا الحقيقه كانت محظوظه جدا انها تتعادل معاك، احنا كنا احسن بكتير قوي، مش هي الانياب الكبيره، انما على ارضها بتبقى شكل تاني ده. اعتقد اي فينا. لان انا عايز اقول لك على حاجه، ان يعني تكمله الكلام كنتوا ثلاثه في حكايه المدرب ده، هو المدرب النهارده الشكل الطبيعي في اللي قاله ربيع هيحرر اللعيبه ازاي، تحرر اللاعبين من العلاقه الفتره اللي فاتت دي كلها ماهر معانا كلنا. هنشوف اللعيبه اتعودوا على الراجل ده منه ايه، شافوا منه ايه. في حاجه بقى احنا كمان كلاعيبه كوره مع بعض كده هنشوفها وهنتكلم عنها في الاف تايم او بعد المباراه، تدوير خلال المباراه. هل هيشيل واحد زي حسام عاشور ويحط مهاجم يكمل بيه لو حصل اي حاجه؟ الحاجات اللي احنا متعودين عليها من المدربين اللي هم بيلعبوا بشكل هجومي، هنشوف دماغه، اللي تشوف دماغه هنا الحته دي بس اللي هنشوفه. انما احنا زي ما احنا اتكلمنا كلنا، لو احنا حطينا ايدينا ولعبنا كرة سليمة ومفيش مشاكل خالص وعندنا ارتياحية وبنلعب الكرة بتاعتنا السليمة، مفيش أي مشاكل خالص، وكل واحد ما بيعتمدش على أي حاجة، واللياقة البدنية فعلا مرتفعة، وإحنا متعود من اللعيبة دي إن هم بيدوني ارتفاع في اللياقة البدنية على خلال 90 دقيقة. يعني بنبقى شغالين من الأول 10 دقايق 15 دقيقة كده بنجس النبض، وبعد كده بنرتفع ل 25 بنحرز هدف من دقيقة 15 ل 25 بيبقى لنا دايما السبق ان شاء الله بالاحراز والاهداف. بعد كده في نهايه الشوط الاولاني بنحافظ على شباكنا وما يكونش فيه اي مشاكل بنحرز هدف تاني. ده بيدينا بقى شكل ثالث خالص ورابع خالص ان احنا بنخش المباراه الشوط الثاني بقوه ثانيه. فاحنا بنتمنى ان السيناريو اللي احنا بنتخيله ده لعيبه النادي الاهلي يقدروا يطبقوه. تمام، نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول مع الكابتن ربيع ياسين، نشوف استراتيجيه باتريس كالترون في الشوط ده. المارد الأحمر وبطل القرن الإفريقي الأهلي على موعد جديد لتصحيح المسار والضرب من جديد في مشواره القاري اليوم الثلاثاء، عندما يخوض غمار الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا. فبعد قليل تتجه أنظار عشاق ومحبي القلعة الحمراء صوب ملعب الجيش ببرج العرب، حيث المواجهة المصيرية التي تجمع فريقهم الأهلي وتاونشيب رولارز بطل بوتسوانا، التي سيتحدد على أثرها بشكل كبير مصير فرق المجموعة الأولى، التي لن يتخلى المارد الأحمر عن اقتناص أحد مركزيها الأول أو الثاني للتأهل، حيث يدخل الأهلي متذيلا جدول المسابقة برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل بطل بوتسوانا المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط. يدرك الجهاز الفني للأهلي أهمية مواجهة اليوم، لذا عمد كارتيرون المدير الفني على تأهيل لاعبيه وعزلهم خلال المعسكر المغلق الذي سبق المباراة، وعمد هو ومعاونوه على تحفيز اللاعبين وشحن معنوياتهم من أجل الفوز واقتناص النقاط الثلاث. لم تتوقف أهمية المباراة عند الجانب الفني، فها هو الأسطورة بيبو محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي حفز اللاعبين، طالبهم بإسعاد جمهورهم وتأديتهم لرسالتهم نحو بلدهم وجمهورهم بالفوز وإنعاش آمالهم. وجاءت رسالة بيبو للاعبين بمثابة قبلة الحياة التي دبت في اللاعبين والجهاز الفني الحماس والإصرار على الفوز، ليثبتوا للجميع أن الأهلي دائما وأبدا سيظل فوق الجميع. يدخل الأهلي اللقاء رافعا شعار لا بديل عن الفوز لتعديل وضعه في المجموعة، خصوصا أن الفوز سيمنحه دفعة قوية نحو انتزاع إحدى بطاقتي التأهل للدور المقبل، وأن أي نتيجة أخرى ستقلل من حظوظه في الاستمرار بالمسابقة، فيما يسعى بطل بوتسوانا لتحقيق نتيجة إيجابية أهلي والعودة لبوتسوانا ولو على الأقل بنقطة واحدة للحفاظ على ترتيبه المتقدم في جدول المجموعة والاحتفاظ بأمل الفوز بإحدى البطاقتين،
خصوصا أن المباراة المقبلة له أمام الأهلي أيضا على ملعبه ووسط جمهوره. تألق في التدريبات مجموعة كبيرة من اللاعبين، زادت حالة من التنافس الشديدة بينهم خلال التدريبات، فيما تألق الثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان في فقرة التسديد على المرمى التي حددها المدير الفني للاعبين خلال كل ميران، يعول كارتيرون ومعاونوه على كتيبة من اللاعبين المقاتلين في مواجهة اليوم، على رأسهم محمد الشناوي، أيمن أشرف، سعد الدين سمير، أحمد فتحي، علي معلول، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، أجايي، وليد أزارو، ومروان محسن. من جانبه شدد محمد يوسف المدرب العام للأهلي على صعوبة المواجهة رافضا ما يتردد حول حسمها لصالح فريقه. شدد يوسف على أن الفريقين لهما نفس الدوافع والطموحات مما يزيد من صعوبة اللقاء، كما شدد على أن الأهلي بمقدوره حسم المواجهة لصالحه في ظل وجود مجموعة كبيرة من الخبرات داخل الفريق بمقدورها ترجيح كفته. أضاف يوسف أن بطل بوتسوانا بات كتابا مفتوحا بالنسبة للجهاز الفني بعد مشاهدة مبارياته خلال الفترة الأخيرة والوقوف على نقاط القوة والضعف في المنافس والسعي لاستغلالها. شدد المدرب العام على ثقته الشديدة في لاعب الأهلي وقدرتهم على تخطي تلك العقبة والعودة لاحتلال مكانتهم المستحقة في جدول المجموعة ومواصلة المشوار نحو تحقيق الفوز بدوري رابطة الأبطال الإفريقي والعودة للمشاركة في مونديال العالم للأندية. في المقابل يمني لاعب تاونشيب أنفسهم بتحقيق أي نتيجة إيجابية أمام بطل إفريقيا، فكل التوفيق لأبناء القلعة الحمراء في الفوز وإسعاد جماهيرهم المتعطشة للنقاط الثلاث التي ستكون كفيلة بعودة الأحمر للمنافسة من جديد. اهلا بحضراتكم من جديد، اقول لكم تشكيلة تاونشيب البتسواني بسرعة. موان بولي في حراس المرمى، قدامه اثنين نسنجا وماسيو كمساكين، وكوني باك رايت وايفان باك ليفت، قدامه ديفندر او ثلاثة بقى ديفندرات، مش عارف هو يوصفهم ازاي، مانو فوق الاثنين مساكين، على يمينه موشو، على شماله جابي، قدامه اثنين كصناع العاب موجو روسي وادوين موانو لوسي، طبعا اسماء يعني احنا بنقولها يا رب تطلع صح، وفيرود صريح اسمه ليشيانا. دي اسماء او تشكيل التاونشيب البتسواني ان شاء الله. بويو الأهلي. بويو ليشيانا. طب ما انا قلت لك بويو. بويو بويو بويو، خلي بالك ممكن يطلع بوبو، يطلع احنا مش عارفين بقى نطق. خلينا في ليشيانا، خلينا في بس ده، دي فاكهه صيني ليشيانا، الله اعلم. ليش دي فاكهه صيني؟ خلي بالك الشهر اللي فات ده شبعنا اتش كله اتش كتير. لا ده انا النهارده بسمع، ده انا اقول لك على حاجه بقى غريبه كتير. النهارده بسمع مباراه في البطوله الافريقيه برضو، لقيت اللي بيذيع المباراه بيقول يا جماعه انا بصراحه الاسماء صعبه ان انا يعني فاستحملوني، فانا اسماء الافارقه صعبه. كابتن ربيع كلمني على استراتيجيه باتريس كالترون اللي ممكن يشتغل بها الشوط الاول. ده انا في طبعا حاجات مهمه جدا، ودور المدرب يعني حاجتين مهمين جدا، دور لعيبه ودور مدرب. دور مدرب زي ما قلنا احنا هو طريقه اللعب مهمه جدا، انه يبتدي بطريقه معينه تقدر بامر الله تعالى يفرض اسلوبه بيها، ويقدر ان هو بامر الله تعالى يرهق المنافس اللي موجود بيه فنيا. المطلوب فنيات من بدايه المباراه. فاحنا قلنا مش هنختلف على الرصه بتاع النادي الاهلي على المستوى الهجومي والمستوى الدفاعي، 4-2-3-1 و4-1-4-1 بالشكل الدفاعي بالشكل الهجومي. دي فلسفته، انما انا من وجهه نظري ان وسط ملعبه النهارده الخمسه بتاع وسط الملعب دورهم مهم جدا في التمرير، في الاستحواذ، في السيطره، في الانتقال من الصور من الدفاع للهجوم باقل عدد من اللمسات. ممكن دي يركز على الحته دي كويس، لان الافارقه احنا قلنا هتلاقي فرقه وهتلاقي، لكن خبرات النادي الاهلي في التحول من دفاع لهجوم هو اسرع وافضل واحسن نادي بيدو، خد بالك بيوصل بعشان ينهج. النهارده برضو انهاء الهجمه بالنسبه للثلث الامامي مهم جدا، استغلال الفرص ووقوع الفريق في الاخطاء، الثوابت. ممكن يكون عنده النهارده شيء جديد يبقى اضافه في كورنر، في فاول، كمان عنده اطوال زي كوليبالي طبعا. واحنا شفنا احنا برضو يعني برضو الراجل كان ليه طابع خاص في الدوري المصري لما كان موجود، وهو لحد اخر دقيقه
وباخر دقيقه ممكن دي حقيقه فممكن تكون ده اللي شفناه هيبان اكتر بامر الله تعالى مع بدايه المباراه ومع الشوط الاول والشوط الثاني وان شاء الله نشوف النهارده توازن فني على اعلى مستوى نقدر نستريح بيه خلال ال 90 دقيقه باذن الله. تمام طيب تعالوا نشوف كريم احمد واخر اجواء ما قبل المباراه. كريم احمد اهلا بيك. بجد التحيه ليك يا كابتن ميدو لكل نجوم الاستوديو التحليلي. يمكن زي ما احنا طبعا عارفين خلاص يمكن دقائق بسيطه وتنطلق ان شاء الله مباراه النادي الاهلي وتاون شيب. في هذه اللحظات بيتم طبعا رش الملعب كعاده طلبات النادي الاهلي بيكون في رش ارضيه الملعب لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه التاون شيب بتخرج من المستطيل الاخضر للاستعداد الاخيره. لكن عايز اروح معاك لجمهور النادي الاهلي المميز جدا النهارده اللي نادى على كل لاعب في فريق النادي الاهلي. كل اللعيبه راحت سواء وليد ازار وازاي هشام محمد محمد هاني كل اللعيبه بصراحه النهارده نادت عليها الجماهير طلبتهم بالفوز افريقيا الاهلي. ده كان النداء المستمر لجمهور النادي الاهلي. نادوا على مستر باتريس الكابتلون رحلهم لغايه كمان قرب لغايه السور عندهم عند مدرجات الدرجه الثانيه اللي متواجدين فيها مستر مايكل ليندمان. كل الجهات الفنيه نال تحيه كبيره جدا ان شاء الله. بنتمنى النهارده يكون جمهور النادي الاهلي البدايه الموفقه ليه والحماس الشديد اللي احنا شايفينه في المدرجات ينعكس النهارده على فريق النادي الاهلي. كل الامور مهيئه سواء مجلس اداره النادي الاهلي وفر كل الامور مستر فاتريس والمعسكر والجهاز الفني. يبقى التوفيق يا كابتن ميدو ان شاء الله النهارده زي ما بنقول مع الطاقم التحكيمي يدينا حقنا النهارده بلغه كره القدم وايضا ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق باذن الله. طمنا على الجماهير زادوا ولا العدد كام دلوقتي يا كريم؟ يعني حتى اللحظه دي زي ما قلنا قبل كده يمكن العدد يصل ل 3000 وكسور بسيطه جدا. لكن نتمنى زي ما بنقول يا كابتن ميدو يكون في عدد كبير في تعليمات وفي تجهيزات كبيره جدا عارفين خارج الابواب. لكن كل ده بيكون لمصلحه الجمهور. التفتيش كالعاده بيكون متواجد في كل الملاعب لكن كنا بنعمل انهم يكونوا اكثر من كده. لكن البركه في الموجود عدد قليل لكن معروف عن النادي الاهلي بيكون 1000 واحد لكن بتوصل مليون مشجع يا كابتن ميدو. كل التوفيق يا كريم ان شاء الله النهارده النادي الاهلي في هذه المباراه. كريم احمد الزميل العزيز شكرا جدا ليك. زي ما كنا بنتكلم مع كابتن ربيع ياسين على باتريس كالتيرون قلت لكم ان باتريس كالتيرون وكمان نجوم الاستوديو التحليلي قالوا ان باتريس كالتيرون استعمل كل ادواته النهارده يعني جاب كوليبالي لاعبه وليد ازارو اللي كان بعده عن تمرين الفريق اعتقد يومين او ثلاثه لاعبه لانه عارف قوته فاستعمل كل الادوات المتاحه ليه ادوات القوه المتاحه ليه واعتقد ان دي حاجه كويسه جدا. تعالوا نشوف تقرير عن باتريس كالتيرون ونرجع نكمل مع ضيوف الكرام. دقائق قليلة وتفصلنا عن المواجهة الأهم للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. بالتأكيد مباراة تاون شيب رولرز بطل بوتسوانا تحمل في طياتها العديد من الأماني والطموحات تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذي تولى المهمة الفنية خلفا لحسام البدري من أجل تعديل المسار الإفريقي وإعادة الفريق لمكانه الطبيعي على القمة. الظهور الأول للمدرب الفرنسي لن يكون سهلا بالرغم من أن بطل بوتسوانا ليس له أي بصمات داخل القارة الإفريقية إلا أنه سيقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أنه حصد 3 نقاط جعلته يطمع في المنافسة على التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. بالرغم من أنها الانطلاقة الأولى لكارتيرون إلا أن لديه الكثير من الخبرات الإفريقية التي تمكنه من تخطي عقبة بطل بوتسوانا بسلاسة شديدة لا سيما أنه نجح في حظ اللقب الإفريقي خلال فترة توليه مهمة القيادة الفنية لمازيمبي الكونغولي كما يمتلك خبرات إفريقية من خلال قيادته لمنتخب مالي قادته لبرونزية الأمم الإفريقية نسخة 2013. موقف المارد الأحمر في المجموعة الإفريقية لا يحسد عليه وذلك بعد جمع نقطة وحيدة من مباراتين حيث تعادل في واحدة أمام الترجي التونسي وخسر أمام كامبالا سيتي بطل أوغندا في المباراة الأخيرة لحسام البدري. لهذا الأمر فإن مهمة تعديل المسار واستعادة الهيبة الإفريقية لن تكون سهلة لكنها في الوقت نفسه ليست مستحيلة. أصبح المدرب الفرنسي صاحب 48 عام يحمل على عاتقه مسؤولية العودة من جديد لمنصات التتويج الإفريقية خاصة أنه يملك من القدرات الفنية والخططية ما يمكنه من الوصول لهذا الأمر. هو من مدرسة الكرة الحديثة في أوروبا يستطيع أن يطور طريقة اللعب من وقت لآخر وهو واضح في مسيرته التدريبية. أيضا الأهم أن المدرب الفرنسي له شخصية متزنة
يعرف قيمة الأهلي، يقدر طموحات جماهيره، يعلم تماما أنه لا يلعب إلا للبطولة والتربع على القمة بجدارة. أهلا بحضراتكم، ده كان تقرير عن مستر باتريس كالترون مدير الفرنسي للنادي الأهلي. مش عايزين نقول عليه جديد بقى خلاص، لكن إن شاء الله متوقعين ومستنيين كل الجديد من هذا المدرب، زي ما قال الكابتن ربيع ياسين والكابتن شيرو عبد المنعم. الكابتن ماهر، يعني برضو قول لي استراتيجية هذا المدرب في الشوط الأول من وجهة نظر حضرتك. هو أي استراتيجية هيستعمل الضغط في الأول، هيستعمل اللي احنا نستنى خمس دقايق يعني نشوف الفريق قدامنا شكله ايه؟ اي استراتيجيه ميدو بتتبني على مشاهدتك للخصم والتيم اللي انت هتلعب. تمام، حلو قوي، خلاص. فده بيسموه في علم التدريب الاعداد الذهني. فنمره واحد ان الجهاز بيبدا يشوف الفرقه دي زي ما شاف كده في مباراه المريخ السوداني، خارج ملعبهم هم كسبانين وشافهم هم خسرانين في ملعبهم، وهم مع الترجي التونسي خسرين 4-1. يعني كانت شرايط كلها متنوعه للجهاز الفني يقدروا يقيموا الفرقه ديت بالنسبه للإيجابيات اللي النادي الأهلي يقدر يخاف منها أو يقدر يحرص منها، وفي نفس الوقت إزاي يستغل الضعف اللي موجود في هذه الفرقة. نمرة 2 في الاستراتيجية إنك أنت بتبني بقى الفرقة أو بتشكل الفرقة اللي هتلعب لتبدأ المباراة، الفرقة المناسبة لهذه المباراة. فالنهاردة هو باختياراته أوجد الفرقة المناسبة اللي تقدر تقود هذه المباراة، وخصوصا انك انت معظم اللعيبه اللي موجودين لعيبه دوليين وعندهم خبرات على اعلى مستوى. وفي نفس الوقت انت محتاج في ملعبك انك تهاجم يا ميدو عشان تجيب اجوال. فانت النهارده عندك اختيارات نجح فيها، اختيارات معظمها لعيبه مؤثره ولعيبه تقدر تعمل لك شكل واداء، وتقدر تبقى على المرمى، تبقى ممكن تسجل ان شاء الله النهارده نشوف اهداف للنادي الاهلي. النقطه الثالثه المهمه جدا في الاستراتيجيه طريقه اللعب، طريقة اللعب اللي هو اختارها اللي هي 4-2-3-1، واخد بالك؟ دي الطريقة، الخطة اللي هتتنفذ عليها خطة بتبقى دفاعية في حالة الدفاع، ان انا ازاي احافظ على مرماي، لان زي ما الكباتن قالوا ممكن تكون الناس مستهترة بالفرقة دي. فالنهاردة عشان احترم الفرقة زي الترجي التونسي، لان الترجي التونسي يمكن تفوق عليهم نتيجة ان احترموهم، واخد بالك؟ عشان كده تفوق عليهم باربع اهداف. فانت النهاردة عايزين نستفاد من الدرس ده، ان نحترم هذه الفرقه، ان انت وانت بتدافع يا ميدو بتحافظ على جولك بشكل كبير جدا ما يجيش فيك. وفي نفس الوقت لما انقل بقى للجانب الهجومي، عندي من الطرق وعندي من التكتيك وعندي من الخطط اللي اقدر اكتسبها في هذه المباراه. منها الاطراف، عندنا احمد فتحي يقدر يمثل لنا قوه ضاربه من ناحيه الطرف مع وليد سليمان، ويقدر معلول مع مؤمن زكريا يعملوا لنا قوه ضاربه من ناحيه الاطراف ومن ناحيه الاجناح. نمره 2 عندنا اختراقات من العمق موجوده في وليد سليمان وغايه ومؤمن، وانطلاقات بالنسبه لازارو في العمق، السرعات اللي نقدر نستغلها في دفاع بتسوانا النهارده، اللي احنا كلنا اجمعنا ان هو اقل الخطوط بالنسبه لهم، ازاي نستغل هذا. نمره 3 والاهم انك انت يبقى في سيناريو تقدر تمشي عليه، كل 10 دقائق ربع ساعه هضغط او ربع ساعه ابادل الناس بهذا الضغط، احسسهم ان انا النهارده جاي اكسب هذه المباراه، وبعد كده يبقى مثلا 5 دقائق الم فيهم نفسي، يبقى فيها البساطه اللي بتدي ثقه، وبعدين ارجع تاني اضغط بعد 10 دقائق. الضغط ده يميده مهم جدا ان احنا من الاول نجيب جول عشان ناخد ثقه وجمهورنا ياخد ثقه في هذه المباراه. تمام، قبل ما نروح للكابتن شريف تعالوا نشوف العميد ثروت سويلة مدير التنفيذي لاتحاد الكره المصري قال ايه عن عايزين مباراه، ونرجع لحضراتكم على طول. بقول النادي الاهلي نادي القرن طبعا، ويعني بعيدا عن انتماءات الشعب المصري،
أندية كل من هو ليه انتماء. أنا بتكلم بصفة شخصية بعيدا عن اتحاد الكورة، طبعا أنا أهلاوي وشرفني أنا أهلاوي، فأنا حابب جدا كمصري مش كأهلاوي إن ربنا يوفق النادي الأهلي. نفسي أنا أشوف النادي الأهلي تاني في بطولة أندية العالم. يعني النادي الأهلي بيشرف الكرة المصرية دايما. بقول ما حدث في المرحلة اللي فاتت وخروجنا أو خروج النادي الأهلي من كأس مصر، ويعني والماتش الأولاني في أفريقيا ما كانش الأمور موفقة، لكن بقول النادي الأهلي دايما أبناؤه أصحاب الكلمة العليا في 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 الماتشات الصعبة وكده. بقول إن الكابتن حسام البدري من أفضل المدربين اللي جم مصر. فبنقول المرحلة الجديدة خلاص سلم الراية بقى لمدير فني جديد، بقول يا رب ربنا يوفقه، شوف شكل جديد للنادي الأهلي. بنقول دايما حابين جدا يعني نشوف النادي الأهلي. أنا بتمنى النادي الأهلي يوصل أندية العالم السنة دي يعوضنا على اللي حصل في المرحله اللي فاتت. الاهلي صاحب الارقام، الاهلي الرائع هنا في هذه الليله، السياده والرياده، الفرحه كبيره. الاهلي دائما وابدا هو سيد الارقام. بقول لجماهير النادي الاهلي طبعا يعني انتوا اكبر كم من جماهير الكره في مصر النادي الاهلي. بنتمنى مش هنكلفك حاجة تعمل كارنيه اتحاد الكورة، انت معاك كارنيه النادي الاهلي كل احترام ليه، لكن كارنيه اتحاد الكورة هو اللي هيدخلك كل الماتشات. تكلفته على حساب اتحاد الكورة، لن يسمح، بقول لحضرتك لن يسمح بدخول ماتشات الكورة في مصر الا لمن هو حامل كارنيه اتحاد الكورة. ده انا بقول لك على الورق، الواقع الفعلي لسه ما تنفذ، لكن دي بعد تنسيق مع الجهات الأمنية وزارة الشباب والرياضة اتحاد الكورة. بقول لك احنا حابين نجاح التجربة، ساعدنا في نجاح التجربة واعمل كارنيه اتحاد الكورة. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم اتكلم كلام عن النادي الاهلي وعن هذه المباراه، اتكلم كمان عن عوده الجماهير وقال كلام على الورق ان شاء الله نشوفه في الواقع، وحاجه كويسه ان يكون كل الجماهير معاها كارنيه او اي دي عشان ما يحصلش اي مشاكل. الكابتن شريف، ايه اللي قلقك من هذه المباراه؟ اللي قلقني ان احنا لازم نكسب النهارده، يعني ما عندناش اختيار تاني، دي ماتش كوس بالنسبه لنا. يعني انت لما انا بشوفك بتقعد تشوف المباراه كده بتقعد تتخيلها وتتصورها. انا عندي حاجات. من ايه؟ الان من الراجل اللي جنب سعد سمير كلوبالي ده اللي هو اختاروه عشان اول مره يلعب، عشان اول مره أول موجود. انا ضامن ايمن اشرف، هم جهاز فني ضامنين الراجل ده باذن الله وربنا يوفقه. ده بس حاجه جوايا ان انا عايز ربنا يوفقه شوية. مش قلقان منه. اكيد اكيد طبعا. اللياقه البدنيه تسعف لاعبتنا النهارده في عمليه الضغط على الفريق ده ويخلصونا بدري يعني. والمحطه المهاجميه بتاعتنا اللي هي ازارو ومن يتابع ازارو من اجاييه ووليد سليمان يبقوا موفقين برضو من الاجناب، ازاي اللي هيعملوا عرضيات وحاجه تترجم الى اهداف. ما نبقاش على طول بنضيع اجوان وما فيش، وبندخل الفرقه اللي احنا بنلعبها دي معانا في الجيم. يعني عايزين دايما نبعد بالمباراه ونبعد بالنتيجه ونبعد بالاداء ونحبط ونعمل ارهاق نفسي لهذا الفريق. هو ده اللي بيقلقني النهارده. دوافع كتير قوي النهارده يا كابتن شريف، دوافع كتير قوي يعني. دوافع كتير جدا. يعني انت حتى بتمشي وليد سليمان عنده دوافع، كل الناس ازارو عنده دوافع بعد ان هو كان هيمشي. عوده كبيره لجو جديد، لطمانينه اجهزه فني كبير. انا اعتقد ان هو قادر ان هو يقود، وانتوا زي ما انتوا قلتوا في يعني في سياسه متبعه ان احنا ما بنهزرش خلاص. داخلين على مرحله جد جدا، بعدين يترجم المرحله الجايه دي بالنتيجه ان شاء الله. انا كل اللي قلقني النهارده ان اللياقه البدنيه تسعف لعيبتنا بموهبتها دي الكبيره انها تترجم الثلاث نقاط ان شاء الله باذن الله. قول لي برده يا كابتن ربيع عشان التوفيق طبعا ده مهم جدا، عمل التوفيق مهم جدا. الاخطاء ان شاء الله لما بتقل بيبقى فرصنا افضل واحسن باذن الله تعالى. ان وليد سليمان يبقى له دور فعال النهارده بالنسبه للترابط اللي موجود خلال
90 دقيقه 20 مباراه، ان انا اعليه في اي وقت واهديه في اي وقت واسرعه في اي وقت. لما اسجل، لان احنا عاوزين نسبه الاستحواذ والسيطره بامر الله تعالى من الخمس لعيبه اللي في وسط الملعب تكون بالشكل اللي هو متفقين عليه ودايما متعودين عليه، عشان نتحول من هجوم لدفاع ومن دفاع لهجوم والعكس، لان السرعات هنا مهمه جدا في بدايه موسم بامر الله تعالى. بدايه التركيز والالتزام بالوظائف اللي موجوده من المدير الفني للعيبه. المدير الفني له دور كبير جدا في قرارات المنافس واداره المباراه كويس قوي، ومتغيرات اللي هتبقى موجوده فنيا طبعا ده مهم جدا، لكن ان شاء الله بنرجو الله سبحانه وتعالى ان يوفقهم وتبقى بدايه قويه جدا جدا للنادي الاهلي في الموسم يا رب. كابتن ماهر، برضو قبل ما اخد توقعاتك لهذه المباراه، قلقان من ايه؟ زي ما قلت لك الميدو، ان احنا لازم نحترم الفرقه ديت عشان باذن الله ربنا يكرمنا. احنا ثقتنا كبيره جدا في لعبتنا، لعبتنا قادرين ان هم ياخدوا هذه التجربه ان شاء الله بنجاح والفوز باذن الله. وزي ما قلت لك ان لعبتنا من افضل 25 لعيب موجوده في العالم العربي والعالم الافريقي، ولاعيبه دوليين على اعلى مستوى، ومروا ميدو بالظروف دي. خد بالك احنا مش اول مره، يعني احنا مرينا بالظروف دي وقدرنا ان احنا نتخطى هذه الظروف. عندنا ثقه كبيره جدا ان شاء الله في لعبتنا وجمهورنا اللي هيساندنا بشكل كبير. توقعاتك هيبقى في اهداف في الشوط الاول؟ في اهداف ان شاء الله. كابتن شريف، ان شاء الله هدفين باذن الله يا رب. خيار ربيع، خيار ثلاثه. انا بيقول لي اول تايم ربيع، ما تسالنيش عن المباراه كلها، بجزع المباراه كلها. طيب من بره لا، خلينا. طب حلو، اثنين كل التوفيق باذن الله، احرز هدفين بقى ويطمنونا ان شاء الله. كابتن ربيع، هنسجل في اول شوط ان شاء الله يا رب. كلنا متفائلين، وانتوا كمان تفائلوا معانا وقولوا يا رب من جوه القلب. هنروح نشوف الشوط الاول، او نشوف المباراه الاهلي وتاونشيب، المباراه الهامه جدا جدا جدا، ونرجع لحضراتكم بعد المباراه. استنونا، عندنا كلام كتير جدا لحضراتكم.